السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم للمره الثالثه نتابع بموضوعنا اللي هو فلويد بروبرتيز. طبعا محاور المحاضره تتالف من عده بنود. بلش بالكومبوزيشنال اناليسيز، التحليل التركيبي. طبعا التحليل التركيبي هي عمليه ايجاد العناصر المكونة للهيدروكربون، إن كان أويل ولا غاز. النقطة الثانية بيكون عندنا دراسة للفيز بيهيفير، المنحنى الطوري للهيدروكربون وكيف بيتحول من وجوده من الخزان حتى صعوده إلى من خلال البئر إلى السبريتور إلى خزانات التجميع. النقطة الثالثة التعرف على المين أويل بروبرتيز اللي بنشوفها اللي هي الفورميشن فوليوم فاكتور، السوليوشن غاز ريشيو، الفسكوسيتي، دنسيتي للغاز. كمان تعرف على الفورميشن فوليوم فاكتور او شرينكج فاكتور للغاز، نتعرف على الكومبريسبيليتي للغاز على الزيت فاكتور، نتعرف على دنسيتي قياس الدنسيتي لما هناك. النقطة الرابعة والأخيرة هي النقطة المهمة، بدنا نتعرف على الطرق اللي بنحصل فيها على الفلويد بروبرتيز، يعني الطرق التي نحصل عليها على خصائص النفط أو الغاز، اللي هي بالثلاث محاور: الطرق التجريبية، الطرق المخبرية، والإكويشن أوف ستيت. الطرق التجريبية كله رح نبلش فيهم جايين بالديتيلز واحدة واحدة إن شاء الله. معروف انه شلون بنحصل على الفلويد بروبرتيز، ذكرنا انه باللاب بيكون عباره عن مجرد داتا، وطبعا هي الكونفيدنت، طبعا المجرد هي الكونفيدنت او اللي بنعمل تشيك على اساسها او اللي هي الريفرنس. انه في عندنا البلاك اويل كوريليشن اللي هي امبيريكال، في عندنا مجموعه معادلات بالامبيريكال. طبعا نحن ما اخذنا واحد، اخذت مثال واحد انا وارجيكم. في عندنا الكومبوزيشنال موديل او equation of state اللي بيعتمد على الكومبوزيشن تبع الفلويد، يعني انا باخذ الكومبوزيشن وببني عليه موديل وهذا الموديل بيعطيني البروبرتيز. طبعا البروبرتيز اللي بيعطيني اياها كمان بيعمل عليها تشيك من خلال بي في تي لاب، ان كان بلاك اويل ولا ان كان equation of state لازم اعمل لها كالبريشن باللابوراتوري باللاب اناليسيز. البي في تي طبعا معروف البروبرتيز اللي ممكن تعطينا اياها، البي في تي لاب ممكن يعطينا الاوريجينال ريزرفوار كومبوزيشن، تركيب الفلويد، عندنا بيعطينا البوينت او ضغط الفقاعه، بيعطينا الدنسيتي للاويل والغاز، بيعطينا الفسكوسيتي للاويل والغاز، بيعطينا الغاز سوليوبيليتي ان ريزرفوار اللي هو الار اس او السوليوشن غاز، بيعطينا الناتشرال غاز ليكويد او الكوندنسيت، وبيعطينا الاكويليبريم فيز كومبوزيشن. بنبلش اول شيء بالتحليل التركيبي. التحليل التركيبي طبعا بيتم تحليل الفلويد من خلال طريقتين، اما بالغاز كروماتوغراف او بالتي بي بي. تي بي بي هي البولينج بوينت ديستيليشن. الغاز كروماتوغراف دائما بيقيسنا نسبة الكتلة لكل عنصر من الكتلة المزيج الرئيسية، يعني عندي أوي بيقيس لي مثلا كتلة السي 1 من كتلة التركيب الكلي، كتلة السي 1 السي 2 من كتلة التركيب الكلي، يعني بيعطيني نسبة الكتلة لكل مركب للمزيج. بالترو بولينج بوينت هو نظام تقطير مثل نظام المصافي، يعني طبعا النتائج اللي بتطلع من الترو بولينج بوينت دائما هي افضل، لانه ممكن من خلالها نحسب البروبرتيز للعناصر الثقيله. بالكروماتوغراف صعب نحصل على نسبه العناصر الثقيله اللي هي من السي 7 او من الهبتان فما فوق، أبوف يعني هبتان سي 7 سي 8 سي 9 سي اتسترا سون، يعني المركبات الثقيله صعب ان نحصل عليها من او على
قياسها بالكروماتوغراف الغازي، بينما بالترو بولينج بوينت ممكن نحصل عليها. لنشوف الغاز كروماتوغراف، تكونوا صابرين معي شوي. كروماتوغراف سهل وبسيط، يعني هون انا راح امشيكم في خطوه خطوه. في عندك طريقتين بالكروماتوغراف لقياس المكونات، مكونات المركب الهيدروكربوني ان كان اويل ولا غاز، هي الاف اي دي اللي هي فليمينج ايون ديتكتور، وفي عندك التي سي دي اللي هي ثيرمال كاباسيتي ديتكتور. طبعا بوث يعني التنتين بيستخدموا بالكروماتوغراف، بس كل واحدة لها وظيفة. بالإف آي دي نحن منقيس للمركبات الهيدروكربونية المحتوى ضمن الهيدروكربون فقط، يعني للسي 1 سي 2 سي 3 يعني H2S نيتروجين، هاي ما بيقيسها الإف آي دي. بينما تي سي دي لا، بيقيس كل المركبات الهيدروكربونية والنان هيدروكربون. كمان بيختلفوا الاوتبوت عاده بالاف اي دي، هو دائما بيقيس الكونسنتريشن تبع الاورجانيك سبيسز، يعني بيقيس نسب المركبات من خلال مروره على الديتكتور. بينما التي سي دي لا، ممكن دي سي دي ممكن يقيسنا نسبة المولية لكل مركب. طبعا هذا المخطط الموجود معي هون، طبعا العين الفلويد هون، طبعا عيني على شكل غازي او مسخن بيتم دفعه من خلال غاز خامل هيليوم نيتروجين على عمود على شكل حلزون. العمود فيه مواد صلبة، الغاز طبعا هون في كمان في تسخين هون بالمنطقه هاي. الغاز نتيجه التسخين في عندك سي 1 سي 2 سي 3 حركتهم خلال مرورهم بالكولوم هاد اللي بينظم حركه مرور العناصر الهيدروكربونيه بشكل سرعات مختلفه. وصوله للديتكتور هون اللي هو ممكن يكون اف اي دي او ممكن يكون تي سي دي، فبيعطينا هالريسبونس. هذا الريسبونس بيسجل على شكل اللي شايفينه هون، اللي علمت عليه انا الجراف هو ناتج عن الاوتبوت للكاشف. هذا الكاشف هو اللي بيعطينا القيم الهيدروكربوني بالنسبه للاف اي دي او الهيدروكربوني والنان هيدروكربوني للتي سي دي. طبعا نحن بالاخير نحن بناخذ انا يعني هاي من باب زياده معرفه، طبعا ما هي للناس الاختصاصيين جدا. طبعا نحن بالاخير بناخذ نتيجه، هلا برجيكم اياها بالسلايد الجاي، باخذ نتيجه مركبات انه كل مركب قديش نسبته من المركب الكلي، يعني السي 1 قديش نسبته الموليه بالمركب بالاويل، قديش السي 2 نسبته بالاويل، هاي كلها هلا بنمر عليها. بالنسبه للترو بولينج بوينت هي عمليه تقطير تصل بالمصافي عاده. طبعا كل مركب هيدروكربوني له درجه غليان تختلف عن الاخر. مثلا اللي شايفينه هون، شايفين المنحنى اللي هون، منحنى لكل الهيدروكربون او العناصر اللي ممكن تنتج من الاويل، ال بي جي، الريموت، الجازولين، الكيروسين، كل واحد له درجة غليان مختلفة. فهذا بيساعدنا وقت بعملية التقطير، بيساعدنا انه نكتشف العناصر وحجومها والوزن المولي لها والدنسيتي لكل عنصر. طبعا مثل ما احنا شايفين هون بالسلايد، عندي الكومبوننت، عندي كل المكامن او الهيدروكربون اللي ممكن يتواجد معك كمهندس مخزون، ممكن يتواجد معك ضمن الريزرفوار اللي هو دراي غاز، الويت غاز، الريتوبريتد، الفولوتايل، البلاك اويل، كلها. لازم ننتبه لشغله انه السي 1، اذا شايفين السي 1 بالنسبه للدراي غاز اعلى شيء،
دائما اذا اجاك ريبورت وقال لك سي 1 دائما بدراي جاز اراوند 90 92 93 91. اذا جاك ريبورت وقال لك الكومبوزيشن للهيدروكربون 91، دغري لازم تعرفوا انه غاز هذا بدون ما تعرف انه العينه عينه غاز، بس يجيك الكومبوزيشن والتركيب انه 97 او 90 92 93، معناته هذا دراي جاز حصريا. بس يجيك بحدود الخمسينات مثلا لازم تعرفوا انه بلاك اويل. شايفين في فروقات بالسي 1، سي 1 معناته ميتانا، ونحن بنعمل اختصار بنقول سي 1 ميتان، سي 2 ايتان، سي 3 بروبان. ها هاي نحن دائما بناخذ رمز الكربون هو رمز للعناصر المكونه للهيدروكربون بالخزان. فالسي 1 هو الميتان، معروف الدراي غاز 90% ميتان. 88 مثلا ميتان موجود بنسبه 88. الشغله الثانيه ممكن نلاحظها هي السي 7 او المركبات الثقيله. اذا انتبهتوا بالعمود بالسطر الاخير نسبه المواد الثقيله تتجه بالزياد نحو البلاك اويل، يعني بالدراي غاز ما في سي 7، ما في، يعني حاطط لك قيمه للسي 7 معناته الريبورت غلط. هذا دراي غاز ما في سي 7، ما في مركبات ثقيله. او بالود غاز الغاز كوندنسيت كمان، يعني لازم يكون قليل فولوتايل، بس وقت تكون كميات قريبه من 27 معناته هذا بلاك اويل. بالنسبه كمان بحط لنا شايفين بالاسفل، نحن هون بالاسفل دائما بحط لنا كمان النان هيدروكربون تحت. طبعا معروف النان هيدروكربون اللي هو H2S نيتروجين او CO2. هون حبيت شارككم كمان شغلات، هاي شغلات من باب الخبره طبعا، يعني ما هي الشغلات لازم يعرفها المهندس، يعني قبل بي في تي لازم يكون عنده هاي يعني معرفه مسبقه، يعني لازم يعرف انه هاي المركبات او لازم يكون عنده. يعني بالنسبه معروفين عندك الميتان والايتان والبروبان والبوتان، هدول الغازات بالشروط القياسيه، يعني بالشروط الستاندرد، يعني بالشروط العاديه لازم يكونوا غاز، الباقي لازم يكون ليكويد. يعني البوتان الغاز المنزلي اللي بنستخدمه هو غاز، بس نحن بنعمل له عمليه كومبريست لحتى نقدر ننقله للمستهلك، بس عمليا هو غاز، ما هو سائل، بس نحن بنعمله. هذا بالشروط القياسيه، هذا الجدول اللي شايفينه هون، عفوا خلينا الجدول اللي شايفينه هون، الجدول اللي شايفينه هون هو الجدول اللي شايفينه على اليسار مثلا من سي 1 لسي 2 هو فيول غاز. هاي من باب اللي بيشتغلوا بالصناعه لازم يعرف انه بس يكون عنده هيدروكربون، يعني معظمه سي 1 لسي 2 معناته ممكن هذا للفيول غاز، السي 3 لسي 7 هذا بطل فيول غاز مثلا. هذول الصناعيين بس يشوفوا المركبات هاي لازم يعرف انه هذا مثلا في نسبه هذا للكيروسين، يعطي كيروسين كثير مثلا، بيعطي كيروسين عندك من السي 11 للسي 12، هذا الغازولين من السي 5 للسي 10. لازم تعرف انه بس تشوف هيك معناته انت عندك غازولين ممكن يكون جيد. ننتقل للفيز بيهيفير. طبعا الفيز بيهيفير هو شغله مهمه بهندسه البترول. معروف انه الاويل والغاز هو عباره عن مزيج لعدد ضخم من المركبات. هاي المركبات بتاخذ شكل باختلاف درجه الحراره والضغط، فبتعطي اشكال مختلفه. هذا الشكل بنقول له فيز بيهيفير، يعني الفيز بيهيفير بيختلف، بتعطي اشكال مختلفه او صيغ مختلفه عند كل درجه حراره وضغط مختلفه. هاد بنسميه فيز طور. طبعا الفيز بيهيفير هو اهميته بيعطينا فهم دقيق للسوائل بالخزان، بالاضافه لفهم خلال عمليه الانتاج وعمليه نقل وتوزيع النفط او عمليه معالجه النفط. شو هو الفيز؟ الفيز هو سيبريت فيزيكالي هوموجينيوس، يعني اجزاء عندك مثلا مثل المي والبخار. تو فيز
يعني فيبر وليكويد. امتى بتنفصل؟ المي بتكون عباره عن وان فيز، وقت الحراره بتزيد فبيصاروا تو فيز، ووتر وفيبر، يعني بصار ماء وبخار. في له حد عند درجه ال 100 سيليزيوس لازم المي تتبخر، لازم يطلع البخار. عند ال 100 لازم يصير عندنا تو فيز. الماء مثلا تجمد الماء، عند الزيرو لازم تتجمد الماء. بين الايس والليكويد هي درجه حراره الزيرو، هاي الباوندري الاكويليبريم. الاكويليبريم هو التوازن اللي بيصير بين التو فيز، يعني ما في فيز بيضغط على فيز، يعني اثنينهم يبقى موجودين ضمن اكويليبريم، ضمن توازن. خلال خلال فتره التوازن هاي ممكن تقيس البروبرتيز للفيز الاول او للفيز الثاني، ما في مشكله. ليش؟ لانه بحاله استقرار او بحاله توازن ما في مشكله، يعني عندي ماء وعم يتبخر. ممكن نقيس الخواص الفيزيائيه للبخار، وممكن نقيس الخواص الفيزيائيه درجه الحراره، الفسكوستي، اي شيء. في عندنا الانتنسيف بروبرتيز، في خواص ما بتتعلق بالكوانتيتي للماده، يعني الماده لو كان عندي 1 لتر او 1 سنتي 1 كيوبيك مترز ما في مشكله، يعني الدنسيتي انا ممكن اقيسها للماء ب 1 كيوبيك متر او ب 1 كيوبيك سنتيمتر. فهي الخواص بيقولوا لها الاندبندنت اوف كوانتيتي ماتيريال بريزنت او الانتنسيف بروبرتيز. في عندك الاكستنسيف بروبرتيز، هي اللي لها علاقه بالكميه الماتيريال نفسها، يعني الفوليوم، الماس، هي لازم تاخذ بعين الاعتبار الكميه. الفيز بيهيفير هو عباره عن بلوت للبريشر فيرسس تمبريتشر او البريشر فيرسس فوليوم، يعني علاقه بين البريشر والتمبريتشر او بريشر وفوليوم. هذا اللي شايفينه هو الفيز بيهيفير، فيز بيهيفير للهيدروكربون. في عندنا هون في عندنا ال سوري في عندنا هون البابل، البابل بوينت لاين. فوق البابل بوينت بوينت لاين او خط الفقاع او خط تشكل البخار، عندنا بهالمنطقه اللي فوقها منطقه ليكويد. رح اجيكم نقاط. النقطه الاولى منطقه الليكويد، انا هون بمنطقه الليكويد. النقطه الثانيه هذا الفيز بيهيفير، انا بالهيدروكربون غير مواد ممكن يتواجد عندي ثلاث اطوار، بس عاده بالهيدروكربون بس بياخذوا نظام طورين، يعني ما بيتعاملوا مع الواكس والاسفلتين كسوليد، ما بيتعاملوا معهم بالفيز بيهيفير. بالمنحنى الطوري ما بيتعاملوا معهم، بيتعاملوا بس فقط ليكويد وبخار فقط. يعني اذا شايفين النقطه هون، هذا قطاع الليكويد، هو اللي شايفينه اللون البني هو ليكويد تماما. وقت وصلنا للبابل بوينت لاين ظهرتنا هون اول فقاع، يعني المي حطيتها او حتى الهيدروكربون. الهيدروكربون وقت بحط العينه بالبي في تي وبخفض عنها الضغط، بس بدي انتبه شغلي، انا عم هون في عندي محور البريشر ومحور التمبريتشر. نحن بالبترول دائما او بهندسه المخزون دائما بنركز انه الخزان بضل ايزوثيرمال، يعني ما في تغييرات يعني بدرجه الحراره، بينما البريشر هو اللي بيتغير. فلذلك بندرس دائما المنحنى الطوري، دائما بندرسه
على اساس تغير البريشر، فبتلاقي انه كونستانت بريشر من فوق لتحت. طبعا انت بتغير التمبريتشر وقت بتطلع على السيبريتور لفوق بتتغير، او خلال البئر يعني بالمناطق العليا، اما بالخزان لا بتضل كونستانت تمبريتشر ما بتتغير. النقطة الثانية هي نقطة البابل اللي شفناها، النقطة الخضراء اللي هون اللي طالعة هي نقطة البابل. هلأ بلشنا دخول بمنطقة الميكس بين الليكويد والبخار. هلأ شو صار معنا هون؟ هاي النقطة شايفين two phase. الأخضر هو الغاز، البني هو الليكويد. طبعا هون اذا انتبهتوا المكبس عم يزيد، هون عم يصير تغير بالفوليوم. ها انتبهوا على المنحني اللي بعده، ها المنحني اليميني عم يصير تغير بالفوليوم، ها عم يزيد الفوليوم، ها لانه بالاول كان عندي 1 فيز، دخلت هون صار عندي بلش اول ثاني فيز يتشكل اللي هو البابل. دخلنا النسب هاي 80% 60% 80%، هاي نسبه النسبة بين الأويل والأويل والغاز المتشكل، المنطقة المشتركة، المنطقة الميكست هون. ها يعني هون عم ينقص نسبة الليكويد وعم يزيد نسبة الغاز حتى نوصل لخط الغاز تماما اللي هو هلا بنشوفه النقطة الثانية. بدنا ننتبه انه زيادة نقصان الضغط عم يقابله زيادة بالحجم هون. نحن قلنا هي عملية علاقة بريشر فوليوم وبرشر تمبريتشر. انتبه للاول والثاني، بالبدايه ما كان عندي نقصان بالبرشر بس ما كان عندي، كان عندي زياده طفيفه، في زياده طفيفه بالفوليوم نتيجه الكومبرسبيليتي للليكويد فقط لانه الليكويد تحت برشر انخفض عنه. فهون اذا انتبهنا هون بالمنطقه هاي نشغل بس عفوا نشغل الالم، شايفين هاي المنطقه فيها تغير بسيط فيها تغير بسيط بالفوليوم نتيجة الكومبرسبيليتي للليكويد الموجود هون بهاي المنطقة. هون الزيادة هي نتيجة بدء ظهور الطور الثاني اللي هو الغاز. المرحلة الثالثة بلش الغاز يزيد والليكويد ينقص. اللي شايفين النسب 80% يعني ليكويد 60% ليكويد، طبعا نقصان الليكويد عم يزيد مقابل غاز، دليل انه عم يزيد حجم السيل. السيل هي هاي، قصدي السيل هي هاي المنطقة. طبعا وبنشوف المنحني هون عم يقابله في قياسات بتنقاس. المنطقة الثالثة إذا انتبهنا هون هون نسبة الغاز، إذا انتبهنا بالمنطقة الثالثة هي الغاز صار أكثر من الليكويد، صار 40% الليكويد، ها صار 60% غاز. هون وصلنا للنقطة الأخيرة صار الأمر معكوس، صرنا على الديو بوينت. الديو بوينت هو خط التكثف، يعني ما عاد عندي إلا فقاعة من الليكويد، ما عندي إلا فقاعة من الليكويد فقط او دروب من الليكويد. ما نقول فقاعه لانه فقاعه هو دروب من الليكويد مع غاز، وهذا بسموه الديو بوينت لاين، خط التكاثف. خط التكاثف وخط الفقاعه، خط التكاثف وخط خط التكاثف وخط الفقاعه بيلتقوا بنقطه اسمها الكريتيكال بوينت. الكريتيكال بوينت هو نقطه لا يمكن التمييز بين الليكويد والغاز، لانه خواصهم تدخل ببعض وبتقرب الدنسيتي تبع الليكويد بتقرب من الدنسيتي تبع الغاز، فبيصير عمليه مزج، ما بيعود فيه تو فيز. وقت بيصير تو دنسيتي متقاربه بيصير فيه مزج. بالكريتيكال بوينت بيصير الدنسيتي تبع الليكويد بتقرب من density تبع الغاز، فبصار لا يمكن تحديد تو فيز، وبالتالي بسموها الكريتيكال بوينت. فوق هالنقطة هاي دائما بيقولوا السوبر فلويد، وعادة بيستخدموه بنظام التوربينات وعملية توليد الكهرباء وقت بيعملوا تحميص للبخار
وبيقولوا له سوبر فلويد يعني. طبعا هون بالمرحله الاخيره نحن دخلنا منطقه الغاز، عفوا ما بعرف اذا ظهر الاخيره هي اللي انا معلم عليها، هاي منطقه الغاز تماما. نحن طلعنا من منطقه الليكويد، نزلنا على المنطقه المشتركه الليكويد والغاز، وصلنا للديو بوينت نقطه التكاثف، نزلنا على منطقه الغاز. في منطقه الغاز ما في ليكويد ابدا، غاز 100%. وما بعرف انا أخ خالد؟ أخ خالد معنا. نعم أستاذ حسان معك. أخ خالد معي؟ إيه معك أستاذ حسان تفضل. بس العمود بس العمود اليميني ممكن نتجاوزه بس نقدر نشتغل على البلوت؟ عمود اللي ظهر فيه صور. ها في زر هيك صغير بس مشان تعمل له تصغير. انت فيك تلغيه من عندك، انا ما في. عفوا ايه شوفكم ايه ماشي. ايوه ايه بالنسبه للقسم الاخير بده انتبهنا بالمنطقه المشتركه في دروب كبير بالفوليوم، عفوا في زياده كثير بالفوليوم نتيجه وجود تكون طور جديد. بمرحله الديو بوينت العمليه بتصير اقل بطء، يعني زياده الحجم مع نقصان الضغط تبقى، إذا شايفين السلوب هون، شايفين السلوب هون أقل من السلوب اللي فوق. نبلش المنحنى الطوري للغاز كوندنسيت. في عنا أشياء لازم نعرفها بالمنحني الطوري. أول شيء لازم نعرف الماكسيمم بريشر اللي هو كروكوندوم بار أو كروكوندوم ثيرمو. أحمد بس عفوا بس في لا هاي لازم نعرف انه في عندنا خط الكروكوندوم بار اللي هو اعلى قيمه للبريشر بالمنحني الطوري، والكروكوندوم ثيرب اللي هو اعلى تمبريتشر بالمنحني الطوري. هلا بنشوف شو هذا. دائما الكوندنسيت هو بمنطقه بين بالنسبه للتمبريتشر، الكوندنسيت دائما بالمنطقه اللي بين الكريتيكال وبين الكروكوندوم تير. رح نشوف اول نقطه رقم واحد هي النقطه اللي فيها الكوندنسيت. الكوندنسيت قلنا هو غاز ضمنه دروب اوف ليكويد، فشايفين اللون ما هو هلا بتشوفوا اختلاف اللون له مدلول صارت اخضر. النقطه الثانيه هلا صرنا على الديو بوينت، صار في عمليه بالنقطه الاولى في سنجل فيز غاز، لانه الغاز نحن قلنا وقت بيكون اعلى من التمبريتشر اعلى من الكريتيكال معناته الغاز والليكويد نفس الطور
ما في فصل، فبنقول له one phase. بالنقطة two، بالنقطة two هون صار عندنا two phase، وصلنا للديو بوينت، صار عندنا drop of liquid. شايفين النقطة هو صار عندنا أول نقطة liquid ضمن الكوندنسيت. النقطة الثالثة بلش الليكويد، نسبة الليكويد تزيد، النقطة الثالثة بلش نقطة الليكويد تزيد، صار في عنا مثل ما كنتم شايفين هو صار في عنا ما عندي كان بالأول عند بالمرحلة الثانية عندي دروب، يعني عندي دروب اوف ليكويد ضمن الغاز، بينما بالمرحلة الثالثة اللي هون صار في عندي هون صار في عندي كمية من الليكويد لا بأس فيها. بالمرحلة الرابعة أنا رجعت للديو بوينت، يعني رجعت لنقطة الفقاعة. رجعت مثل بالمرحلة الرابعة أنا رجعت لمرحلة مو مرحلة الفقاعة عفوا مرحلة الدروب ليكويد، يعني كله غاز وفي عندي نقطة من الليكويد فقط. لو تبعت بعدين وصلت منطقة الغاز وبالتالي كله ما عاد عندي غير غاز 100%، ما عاد عندي. هلا بجزء هذا المنحني الطوري هام لكل مهندسين المخزون، لأنك بجوز صعب شوي تعامل معه، صعب شوي بس بشوية اهتمام صعب كله بيروح صراحة. يعني للبداية ممكن الواحد بس يركز بالموضوع لتعرف شلون الهيدروكربون نتيجة تغير البرشر والتمبريتشر شو بصار فيه. نحن معظم الأحيان هون عم نثبت التمبريتشر، عم نشتغل على برشر متغير، لأنه بالخزان البرشر بيتغير التمبريتشر ما بتتغير، لذلك مثبت البرشر وبغير بثبت التمبريتشر وبغير البرشر لشوف التغيرات على. هلا ممكن واحد يقول لي وليش هالمنحني الطوري هذا؟ هلا بقول لك شو فائدته هذا اللي عم نحدده هون، شو فائدته بعملنا كمهندسين مخزون. طبعا هون عم يرجيك شلون بالاسهم، من خلال الاسهم مرحله التكاثف. طبعا نحن بالتصنيفات ريزرفوار فلويد عندنا البلاك اويل والفولوتايل والغاز كوندنسيت، وعندك الويت غاز والدراي غاز، كلهم راح نتعرف عليهم من خلال المنحني الطوري تبعهم. هذا المنحني، هلا المنحني الكوندنسيت طبعا عفوا المنحني العام للهيدروكربون. عندنا هون من الكريتيكال بوينت وللخلف هذا كله منطقة الليكويد حصريا، ما في غاز. الغاز وقت اللي بصار في دروب وقت بصار الدروب بالبرشر، بس انيشيالي لا، نحن عم نحكي على الانيشيال كونديشن. بس انتبهوا يا اخواني يا زملائي، وقت اللي عم بحكي على الانيشيال كونديشن، وقت اللي عم اقول لك مثلا البلاك اويل ليكويد يعني بالانيشيال كونديشن. بعدين وقت المدخل منطقة لا بصار في ليكويد وبصار في ليكويد وبصار في غاز، أما بالإنيشال كونديشن بلاك أويل ليكويد 100%. في عنا منطقة هاي سينجل فيس ليكويد فولوتايل أويل بلاك أويل، السينجل فيس ريجن للغاز عندك الدراي غاز وعندك الويت غاز يعني الغاز الجاف والغاز كوندنسيت. طبعا مثل ما شفنا هون لازم تنتبه انه الحد الفاصل بين المنطقتين هي الكريتيكال بوينت، يمين منطقه غاز يسار منطقه ليكويد. لنشوف البلاك اويل شلون المنحني الطوري له وشلون ممكن يخدمنا نحن، شلون يعني من خلاله ممكن يخدمنا بعمليتنا او بعملنا بالمخزون او بالانتاج او بالريفاينري.
بيقولوا دائما التي سي higher than reservoir temperature معروف لانه هو منطقه الليكويد. دائما الريزرفوار تمبريتشر دائما الريزرفوار تمبريتشر هي اقل من الكريتيكال تمبريتشر، دائما ابوف البابل بوينت بنقول عنه ساتوريتد، يعني المنطقه مثل ما انا شايفين هو انتر ساتوريتد. ليش؟ لانه فوق البابل بوينت. احنا عرفنا منطقه الليكويد هاي فيرست بوينت سكند بوينت انه هو فوق البابل بوينت، وقت بيكون الانيشال كونديشن للخزان فوق البابل بوينت ممكن نقول عنه ساتوريتد اندر ساتوريتد عفوا. طبعا نحن بصار عندنا دروب بالخزان وبعدين بدنا ناخذه على السيبريتور. شروط السيبريتور طبعا مثل ما كنتم شايفين نحن وقت بصار عندنا دروب بالخزان التمبريتشر بضل كونستانت، بس وقت بدنا النفط يطلع على السيبريتور لا صار في تغيير بالبريشر والتمبريتشر مع بعض، فبيطلع على تو فيز، يعني بيطلع غاز مع ليكويد. قديش نسبته؟ 85% ل 15% بلاك اويل. طبعا بيختلف من اويل لاويل بالمناسبة، بس النسبة هون نسبة يعني نسبة الغاز 15% او نسبة الليكويد 85%. وقت بكون عندي الانيشال كونديشن ات بابل بوينت لاين بكون بنسميه ساتوريتد اويل، يعني بيكون عندي غاز واويل مع بعض بالخزان قبل هي بالزيرو تايم بالسماء انتجت. طبعا هون وقت ننزل بصار في دروب بالبريشر تختلف نسبة نسب الغاز للأويل. وهذا ممكن نوقف للاستبيان ولا متابع زملاء؟ استاذ حسان اذا الأسئلة الثلاثة بغطيها للاستبيان حاليا فينا ندخل على الاستبيان؟ ما بعرف استاذ مالين. لا ممكن ان شاء الله. تمام استاذ خالد، يلا نحن نعرض ان شاء الله. نرجو الجميع ان يكونوا جاهزين للاستبيان. تمام استاذ حسان، خلينا نستغل الوقت معلش. في سؤال ورد بالجزء الاول، في احد الزملاء سال هل توقف الانتاج عند النيو بوينت باعتبار انه صار عندنا بس طوره غازي؟ هلا في سلايد على هذاك انا بشرح تكون ديتيلز، يعني احسن ما اكرر. نتمنى الجميع تعبئه الاستبيان. استاذ حسان، بالنسبه للفيز بيهيفير يعني هو خاص في كل ريزرفوار حسب الكومبوزيشن للهيدروكربون؟ طبعا نعم نعم، يعني مو لفيز واحد او عفوا لكومبوزيشن واحد مثلا من ال لا كل ريزرفوار لانه له انيشال كونديشن وله كومبوزيشن مختلف، له فيز بيهافير مختلف. نعم هو حسب ما فهمت انه الاساسيه مش هالريزرفوار ستدي يعني، ولا ايضا في السيرفس ايضا؟ لا لا، هو العمليات الانتاج والعمليات الريزرفوار. هلا في بأجيكم كيس، انا عامل في عندي اكتشوال كيس لحاله كوندنسيت، ممكن نشوفها وشاركها مع الزملاء، ممكن تكون لها فائده. وهذا لا، عمليات الانتاج وعمليات الريزرفوار وعمليات البروسيسنج كله. استاذ حسان، حتى هي بتفيدنا بموضوع الويل كنترول في الدريلينج، اثناء الويل دريلينج لازم بيستفاد منها في الهاي بريشر ويلز، استفاد منا من موضوع البابل بوينت وامتى بتصير الموضوع. يعني انت ممكن يكون عندك فوليوم صغير من الانفلوكس، لكن نتيجه لما بيصير دي بوينت ممكن يصير عندك انفلوكس كبير قريب السيرفيس، راح يصير سيبريشن للليكويد عن الغاز،
وصير عملية يعني شوي نوعا ما بدك تأخذ حذرك فيها. فهي المنحني هذا كتير مهم جدا في الدريلينج في الريزوفار في البرودكشن، يعني هو أساسي في كل العمليات. هي هو بالمبدأ هو عادة دائما بيتخذ يعني بياخذوا عينة وبيعملوا لها هي بالإكويشن أوف ستيت بيبنوها يعني، وأحيانا يعني بالإكويشن أوف ستيت وبياخذوا الكومبوزيشن بيبنوا المنحني الطوري. وأنت يعني ممكن تحسب الكميات المنتجة من خلال شو عندك بريشر وتمبريتشر بتوقعهم على المنحني الطوري وبتطلع معك الكميات يعني. ممكن تطلع يعني نسبة 20-15% مثلا، انت عندك ريزرفوار في 100 مليون 20% بيطلعوا اويل، ومثلا 20% بيطلعوا غاز و 80% بيطلعوا اويل مثلا يعني. يعني حد بس اكثر شيء بيستخدموه بالكوندنسيت، كوندنسيت حساس جدا يعني. يعني هلا في كيس انا لازم كل مهندس خاصة مخزون لازم يعرفها هالحالة. هلا حاليا عدد المشاركين 120-140. استاذ حسان تحبوا نوقف الاستدامه 85%؟ صارت نتائج. بالنسبه للسؤال الاول، نحن بنستخدم طريقتين مثل بنستخدم طريقه من الطرق يعني، او طريقتين ممكن يعني، طريقتين ممكن يستخدموا بالمناسبه. بس احيانا مشان الايكونوميك مثلا ممكن واحد يعني ياخو يعني شغلي بس تي بي بي يعني كويسه، والغاز كروماتوغراف كمان كويس، ممكن يستخدم التنتين، ممكن يستخدم واحد. احيانا في ناس مشان الايكونوميك مثلا بقول لك لا بستخدم واحد بس التنتين يستخدموا يعني. ما في مشكله. طبعا الميثان مثل ما شفنا بالجدول، الميثان دائما الميثان هو النسبه بالدراي غاز هو 95 فما فوق، ف الاجابه يعني مطمئنه يعني الشباب صحيانين. مضبوط. كمان بالنسبه للفيز بيهيفير لازم يعطينا فهم يعني لعمليات الريزرفوار وعمليات الانتاج. كمان في نسب اجابات ممتازه وجيده وفي اطلاع وما شاء الله عليهم يعني، وانا بتشكرهم كثير لاهتمامهم يعني. اكيد العمليه بدها بحث شوي، فالدليل انه باحثين يعني وامورهم بخير. شكرا لكم. ممكن تتابعها بال تفضل استاذ حسن. يلا منتابع. نحن عرفنا من المنحنى الطوري للبلاك اويل انه في عندنا مثلا الساتوريتد يكون في منطقه السائل، منطقه الاندر ساتوريتد عفوا بالمنطقه 1 هون، المنطقه 2 هي منطقه وقت بكون الانيشال كونديشن بهي عند النقطه 2 معناته عندك saturated oil يعني عندك gas cap. طبعا عمليات الانتاج لو كنت انا عندي black oil under saturated وصار عندي drop بالpressure عند البابل بوينت بصفي بصار في عندي طور تاني اللي هو غاز، وبتابع الدروب بالpressure بس بيرافقه drop بالtemperature نتيجة صعوده الى السطح، وبيطلع على السيبريتور طبعا بيكون فيه معه غاز واويل، طبعا هو الار اس بنسميه وقت. المنطقه هاي اللي شايفينها هي تو فيز الديو بوينت اللي الداش اللي شايفينه هو هاد منطقه الديو بوينت. منطقه الغاز اللي شايفينها على اليمين الكريتيكال مثل ما هون مثل ما انا شايفين انه بالبلاك اويل وقت يكون عندي هيفي نسبه الغاز المنفصل بالمنطقه بالتو فيس قليل. اذا شايفين حسب المنحنيات هاي المنحنيات ال 25 وال 50 لو اخذنا هون يعني بعدنا هلا بنشوف قديش نسبه الفصل هاي بورشن اوف هيفي اويل يعني في نسبه مواد ثقيله كثير بال جي او ار اقل من 500. نسبه الغاز المنحل بالنفط يعني اقل من 500 سكاب. الاي بي اي 30 او دون يعني.
طبعا عم نحكي انه لونه انه بلاك اور ديب كلر. يعني هلا بالفولوتايل اويل الامر مختلف طبعا. بضل عندنا بالفولوتايل اويل كمان التمبريتشر او الانيشال كونديشن او الانيشال تمبريتشر اقل من الكريتيكال. كمان بالفولوتايل اويل بدنا ننتبه للملاحظه وقت اللي بينزل لمنطقه هاي بالمنطقه 1 بالمنطقه 2 بينزل لمنطقه البابل ببلش الغاز يخرج عن ببلش الفيز الثاني يظهر. طبعا بالنقطه 3 هون نحن صرنا بالمنطقة صرنا عند 50% ب 50% يعني قريب من 50 يعني ليكويد 50 و ليكويد 50 و ليكويد 50 و وغاز 50. بمنطقة السيباريتور هو طبعا عند ال 50 مثل ما احنا شايفين هون الليكويد غاز 65 35 هاي شرينكج. يعني شو معنات هاي شرينكج؟ يعني نسبة الغاز فيه عالي. وقت تسمع هاي شرينكج معناته نسبة الطور الغازي فيه عالي أو الار اس عالي أو السوليوشن غاز نسبة الغاز المنحل فيه عالي. فوقت اللي بيخرج منه الغاز بيعمل شرينكج يعني أو بيعمل تقلص. في هاي بروبوشن اوف لايتر اوف هيدروكربون يعني العناصر الخفيفه. النوسو برود فيز يعني المنحني الطوري منحني مو مفتوح مثل اذا شفنا البلاك اويل منحني اكثر بورد اذا يعني هون في تضيق بالمنحني الطوري. يعني لو شفنا المنحني بشكل عام هون وقارناه بالمنحني الطوري للبلاك اويل في اختلاف. فالاختلاف هو انه اضيق شوي. طبعا هون بيشرح خواص فيزيائيه لل هي راجع شارح هون النقطه الاولى النقطه الثانيه وصلنا عند البابل النقطه الثالثه وصلنا بالمنطقه المشتركه. الاي بي اي طبعا بكون 40 35 فما فوق يعني. جي او ار 8000 يعني 3000 4000. في عندنا جدول يوضح لك بشكل عام لانه رنجات صايره يعني ما هو قيمه محدده. يعني بتقول فولوتايل اويل فولوتايل اويل هون بيختلف عن فولوتايل اويل غير مكان. يعني احيانا مثلا بتلاقي هذا 5000 على 6000 يعني لانه له رينج بقول لك اكبر يعني او اصغر من 8000. نجي للغاز كوندنسيت بيهافير او المنحني الطوري بيكون التمبريتشر دائما اكبر التمبريتشر اكبر من الكريتيكال بوينت. لذلك السائل داخل ضمن الغاز يعني واحد بلاقيها غريب انه يكون سائل ضمن الغاز. هو بيكون عمليه اسمه درجه حراره فوق الكريتيكال يعني اضطر كثافه الليكويد اصبحت قريبه من كثافه الغاز وانحلت مو انحلت بالغاز يعني دخلت على الغاز وصارت تقريبا مواصفاته متقاربه. فما عادوا تو فيز صاروا وان فيز. اللي شايفين النقطه اللي ظهرت معنا النقطه الخضراء طبعا هاي نقطة الكوندنسيت. هاي بمنطقة طبعا نحن هون كلها بمنطقة الغاز هون بمنطقة الغاز. بس ليش هاي النقطة بتختلف عن هاي النقطة هلا نشرح عليها جاي. نزلنا على خط الديو بوينت. وتنزلنا على خط الديو بوينت لازم تظهر أول دروب أوف ليكويد هو بعدنا هلا هون فوق بعدنا سنجل فيز. ها هلا دخلنا بالفيز عند الديو بوينت
مثل ما احنا شايفين ظهرت بقعه بنيه اللون بقلب بقلب الكوندنسيت. هلا بلش الدروب ليكويد. ها دخلنا بالمنطقه المشتركه صار في ليكويد اكثر. انتبهوا للنقطه هاي، صار في معت الدروب، صارت كميه، صار في لها يعني هام. هاي المنطقه بقولوا لها منطقه الدروب اوت. طبعا هاي منطقه خطره بالنسبه لنا كريزوفار انجينير. ليش خطره؟ مو خطره خطره لانه بنخسر ريكفري، يعني نتيجه الدروب اوت الحاصل بالليكويد بضل بالخزان، ما فينا كريزوفار انجينير نقدر نطالعه. فانت خسرت عمليا ليكويد بمواصفات عاليه، يعني الكوندنسيت اللي بتطلع لايت وكويسه مواصفاتها الفيزيائيه وسعرها ممتاز، بس انت للاسف عم تخسرها ضمن الخزان. ليش؟ لانه وقت اللي عم تنتج انت عم يصير دروب بالبريشر. هذا حكما بيصير وقت صار دروب بالبريشر، فانت عم تدخل بمنطقه الكوندنسيت، عم يصير الكوندنسيشن عم يصير ضمن الخزان، وهي مشكله. انا بيهمني صار الكوندنسيشن على السطح مشان احصل على الليكويد فوق، مو بقلب الخزان، لانه بقلب الخزان صعب طالعه. ليش؟ لانه نسبته قليله. ليش؟ لانه وقت بتكون نسبته قليله بيتبعثر ضمن الخزان. يعني ليش بتقول لي ليش والله فينا ليش بنطالع الاويل والكوندنسيت ما بيطلع؟ في فرق. نسبه الكوندنسيت اللي بتعمل دروب اوت نسبه قليله، بتتبعثر ضمن الخزان، يعني قياسا بحجم الخزان بتتبعثر ضمنه، فمن الصعب اني اعملها برودكشن. فهي المشكله. في حل، في كيس هلا بنشوفه سوا بالسلايد اللي بعده. هاي المنطقه المظلله اللي شايفينها لونها رمادي، هاي منطقه الدروب اوت. اكبر نسبه بتبلغها طبعا هون حسب المنحنى الطولي هي 10%. هاي ال 10% نسبه شو؟ نسبه الليكويد اللي بيطلع من الكوندنسيت. وهذا وين؟ انا بخسره ضمن الخزان. هذا ما فيني طالع 10%. اذا عندي حجم كبير من الخزان مشكله هذا. فلازم اخذ اكشن انا بحيث انه انا حافظ عليهم. صار الكوندنسيشن وين؟ صار على السطح. هلا بنشوف. طبعا هون بتابع وقت بتابع الدبليشن بالبريشر وصل للديو بوينت مره دروب عفوا للديو بوينت مره ثانيه وبرجع نفس ال ديو بوينت وبوصل على سنجل فيز. هو الغاز يعني بلشت بسنجل دنس فيز كوندنسيت وان فيز، مو غاز دنس مكثفات غازيه، وانتهيت بغاز. ليش؟ لانه كل الليكويد اللي بقلب الغاز عمل دروب اوت. وين؟ بالمنطقه المشتركه. وقت بدي ارجع اطلع مره ثانيه ما عاد عندي، صار رجعت لسنجل فيز، رجعت لغاز فقط. المنحنى اللي شايفينه تحت هو منحنى دروب اوت، انا لانه بسبب الشاشه منحنى دروب اوت اللي شايفينه الليكويد فوليوم مع البريشر. عند بريشر معين بنلاحظ في ماكسيمم ليكويد دروب اوت، شايفينه البيك هون. لازم اعرفه هذا البريشر، هذا ما بعرفه اللي من المنحنى الطوري بالمناسبه، مشان يعني انا مشان لازم اعرف المنحنى الطوري لاعرف وين البريشر اللي بصار عنده انا بخسر ليكويد بقلب الخزان. فلازم اعرفه هذا، وهذا ما بعرفه اللي من المنحنى الطوري. بقول لك دائما الليكويد دروب اوت موبايل، ما هو قابل للحركه. ليش؟ لانه بيتبعثر، كميته ما هي كبيره لتعمل عمليه فلو. يعني انت عندك نقاط متفرقه فما هي قادره تتواصل مع بعضها وتكون فلو او ستريم توصل للبئر او جدول. يعني الحل انك تعمل غاز سايكلينج. ليش؟ اعمل غاز سايكلينج يعني انا ضل بمنطقه الكوندنسيت فوق هون،
ما تعمل جاس سايكلينج هلا في السلايد اللو لازم ضل بمنطقه لازم حافظ على البريشر فوق بس حافظ على البريشر فوق فعمليه دروب اوت ما بتحصل فبوصل الليكويد يعني الخزان بضل البريشر تبعه عالي جدا فبوصل الليكويد على شكل غاز للويل وقت انا بنجو الفصل بتتم بالسيبريتور بتتم بالخزان وبالتالي انا كسبت الليكويد اللي كنت انا ممكن ضيعه بس العمليه مكلفه يعني طبعا اذا عمليه من منحني الطوري انا بعرف قديش كميات الكوندنسيت اللي تعمل دروب اوت اذا شفتها ما هي ايكونوميك لاعمل غاز سايكلينج ما بتروح لغاز سايكلينج خلاص تروح الكميه وما ما في مشكله يعني. اما اذا العمليه ايكونوميك يعني اقتصاديه لا انا بعمل غاز سايكلينج هلا بنشوفها هاي المنطقه اللي ذكرناها انا عم بنتج هون بهاي المنطقه عم يطلع معي كوندنسيت وغاز بيجي لهون بفصلهم عن بعض هاي هذا الكوندنسيت اللي طلع معي على السطح المتبقي ها اللي جنب الخزان في قسم في غاز في كوندنسيت بقي في الخزان وقسم الكوندنسيت طلع على السطح بالسيبريتور بفصل الكوندنسيت لحال والغاز دراي غاز اللي طلع برجع بعمل له ريسايكلينج مشان احافظ على الضغط وبالتالي يضل بمنطقه الغاز بالمنحني اللي ذكرناه سابقا فوق المنطقه السايكل هو فانت عمليا انت كل ما حتنزل للمنطقه المشتركه نهائي نزول للمنطقه المشتركه اللي حيتم بالبئر او بالسيبريتور فوق وانت بالبئر قادر انك لو صار دروب اوت ما في مشكله ممكن تنتجه واذا صار بالسيبريتور كمان كويس هي هاي الحل للغاز الغاز سايكلينج او الليكويد دروب اوت لها الغاز سايكلينج هيها هون شرحها لانه دروب البريشر اللي عم يصير هون دروب اللي عم يصير بالبريشر هون انا ما لازم امنعه لازم ضل عند نفس النقطه الانيشال هون عند النقطه هاي اللي علمت عليها بالاحمر وبالتالي انا ما عم بنزل للمنطقه هاي وما عم بخسر غاز ما عم بخسر ليكويد بالريزرفوار الويت غاز طبعا الويت غاز مثل ما شفنا هو الويت غاز مختلف من منحنى الطوري من فضلك راحت الصوره تبع الكاميرا ممكن من فضلك ترجع تشغلها عذرك يلا عم رجعها بس اوكي الويت غاز هو منحنى طوري مثل ما شفنا مختلف تماما عن الغاز كوندنسيت وعن الفولوتايل اويل عن الفولوتايل اويل وعن هذاك منحنى ضيق جدا نشوف هلا هون في نسبة من الليكويد طبعا ليش ويت غاز لانه في نسبة من الليكويد بس نسبة قليلة جدا ما بتنفصل الا على السطح بالمناسبة مو مثل الكوندنسيت لو شفنا الدروب بالبريشر الحاصل من النقطة الخضراء هذا بالريزرفوار بالمناسبة هذا بالريزرفوار اي دروب بالبريشر عند طبعا ريزرفوار تمبريتشر ثابتة يعني صار دروب بالبريشر ما في اي مشكله انت بتنتج غاز عند 3000 وعند 2000 بتنتج غاز وعند 1000 بتنتج غاز بس عند نفس درجه الحراره ما في مشكله ما في شيء ما في دروب اوت النقطه اللي صارت معنا هون هي منطقه او منطقه السيبريتور هاي طبعا انت مانك لح انت لازم تروح على لازم الغاز يروح على السيبريتور او على شروط السيبريتور بيكون عندنا بالسيبريتور بيصير في فصل 5% يعني بالويت غاز ممكن نحصل 5 3% 4% من الليكويد او من الكوندنسيت ضمن الويت غاز
طبعا كله هذا ما في مشكله، كله بننجو بالسبريتور، وقت بننجو بالسبريتور ما في مشكله، يعني نحن بامانه. لذلك بسموه ويت غاز. دراي غاز رح نشوفه هون، ما في ليكويد نهائي، دراي تماما يعني جاف، هو عباره عن ميثان مثل ما شفنا، والميثان دراي يعني ما في، هو غاز بالاصل. شايفين دروب البريشر من النقطه الخضراء الاولى والخضراء الثانيه هون، ما في اي دخول للمنطقه المشتركه، ما في حتى بشروط السبريتور كمان ما في، معناته انا بنتج غاز من الريزرفوار للخزان غاز، ولا بنتج دراي غاز، ما في كوندنسيت نهائي. بدنا نتعرف هلا على، بعد ما انتهينا من الفيس انفلوب بدنا نتعرف على البروبرتيز المطلوبه للانجينيرنج بالحسابات. يعني انا كمهندس انتاج، طبعا مو بس مهندس البترو، مهندس المخزون، مهندس الانتاج، البتروفيزيا، بتروفيزيكس، جيولوجي، كله بيحتاج، حتى دريلينج انجينير كله بيحتاج. شو هن عندك الفورميشن فوليوم فاكتور، عامل حجم النفط، او شرينكج فاكتور يعني غاز اور ريشيو، الار اس، عامل الاويل دنسيتي والغاز دنسيتي، الكومبريسبيليتي، عامل حجم الغاز بالتجيع يعني. الغاز كومبريسبيليتي، الزيت فاكتور، الفسكوستي للاويل والغاز، الكوفيشنت للثيرمال اكسبانشن. رح نشوف طبعا ذكرناهم، رح نمر عليهم واحده واحده ونعرفهم، فخلينا نذكرهم ذكر سريع بعدين هلا بنعرفهم، تعرفوا على كل واحده عن عبر. الريزرفوار فلويد مثل ما انا شايفين هون هو عباره عن، شايفين مكعبات وشايفين اسطوانات. المكعبات هي عباره عن غاز منحل ضمن اويل بشروط الخزان، بس بشروط الخزان ينفصل الغاز عن الاويل. طبعا نسبه حجم هالاسطوانات للحجم الكلي هذا يسموه عامل حجم النفط، اللي هو بي او، اويل فورميشن فوليوم فاكتور. يعني حجم هدول للحجم الكلي للريزرفوار فلويد هو بتا او. الار اس هو قديش بنتج انا اويل، قديش بنتج غاز من برميل اويل. يعني طلع النفط لفوق فصلته، قديش فصلت غاز من برميل نفط واحد، كل برميل نفط واحد قديش في سوليوشن غاز بالستاندرد كونديشن. طبعا يعني بالستاندرد كونديشن نسبة الغاز المحلول ببرميل نفط واحد هو اللي هنشوف تعريفاتهم هون. formation volume factor هو عبارة عن volume of reservoir بالpressure temperature condition، تقسيم أو over volume of stock يعني حجم البرميل بالخزان على حجم البرميل standard condition. طبعا هذا العامل دائما أكبر من الواحد، لأنه مثل ما انا شايفين هون اكبر من الواحد، لانه برميل النفط هون عباره عن اويل وغاز، بينما برميل النفط هون اويل. لذلك الفورميشن فوليوم فاكتور هذا الحجم على هذا الحجم اللي هو اللي حيكون اكبر من الواحد، دائما اكبر من الواحد. وقت يساوي الواحد معناته انت ما في غاز نهائي، لا ما في بالريزرفوار، ما في، لازم يكون في غاز سوليوشن غاز. سوليوشن غاز او غاز اور ريشيو ار اس هي نسبه الغاز المنحل بستاندرد كونديشن بالبرميل الواحد بستاندرد كونديشن. يعني قديش عندي اذا اخذت برميل بالشروط القياسية، شروط القياسية شو هي؟ انه 14.6 عند ضغط بريشر
14.6 PSI temperature 60 فهرنهايت. بعمل فصل بشوف قديش عندي solution gas، بشوف قديش حجم الغاز المنحل ببرميل نفط واحد بشروط قياسية. البند الثالث هو الكومبرسبيليتي، طبعا الكومبرسبيليتي هي قديش تغير حجم النفط. نحن شفنا بالانفلوب فيز او بالخزانات عم يصار ديبليشن، وقت بيصار ديبليشن بالمرحله الاولى بيصار عمليه اكسبانشن للفلويد قبل ما يدخل مرحله البابل. قبل ما يدخل مرحله البابل بيصار عمليه اكسبانشن، هاي الاكسبانشن تعود الى الكومبرسبيليتي تبع الليكويد، وجود الغاز والنفط تحت ديبليشن درايف فبيعمل اكسباند، هالاكسباند عائد للكومبرسبيليتي تبع السيستم. الغاز سوليوبيليتي، خلينا نشوف الغاز سوليوبيليتي او ار اس شلون. المرحله الاولى مرحله الريزرفوار، نحن بمرحله الريزرفوار شايفين المرحله الاولى مرحله الريزرفوار اباف بابل بوينت ما في غاز، عندي 1310 برل. انتبهوا للكميات هون، بدي اشوفهم بمرحله الاباف بابل بوينت عند درجه حراره 160 فهرنهايت عند ضغط 3500، صار الدبليشن صرنا 2500 درجه حراره ما بتتغير. اذا انتبهوا على درجه الحراره ما بتتغير، مثل ما شفنا بالانفلوب فيز خزامه ما بتتغير درجه الحراره. اذا ما صار حقن فيما بعد، صار في حقن من سوائل سطحيه ما بي. البريشر صار 2500 بالمرحله الثانيه، وين صرنا؟ 2500 هي عمليه هو البريشر بابل بوينت، وصلنا لمرحله مرحله الانعطاف، لسه ما في غاز. هلا عندك بابل غاز، ها هو ما عندك غاز. المرحله الثالثه هلا بنشوفها، دخلنا بمرحله الغاز تحرر وشايفين انه في حجم للغاز هو، وشايفين ال 1310 حجم الاويل. ليش صار 1333؟ لانه نتيجه الاكسبانشن، نتيجه الكومبرسبيليتي تغير حجمه، زاد صار 1210. ليش؟ لانه انفصل عنه الغاز، كل ما زاد انفصال الغاز عنه بقل، صارت 1210 1040 1000 صفى ديد اويل، يعني نفط ميت ما في حياة. ما في حياة يعني ديد اويل يعني ما في غاز، كل الغاز خرج منه نتيجة الدبليشن بالبرشر. تمبريتشر مثل ما انا شايفين واحد ما تغير، اللي صار دبليشن بالبرشر. مثل ما انا شايفين البلوت، هذا الار اس اي، الار اس اي كونستانت مدام نحن فوق البابل بوينت. وقت نوصل للبابل بوينت ببلش اول فقاعة غاز بتقل السوليوبيليتي تبع الغاز بالنفط، بتقل 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 حتى توصل، ما فينا نقول للزيرو، ممكن تكون للزيرو يعني يبقى اشياء بس حسب طرق الفصل، يعني ممكن نقول انه ديد اويل. يعني شايفين هون الار اس اي قيمته 567 سكف باي ستوك تانك بارير، هون 337 عند ضغط قديش؟ 1200 بي اس اي. هون الضغط قديش كان؟ ضغط كان بحدود 3500، يعني وقت وصلنا ل 2500 بعده الار اس اي نفسه. وقت بلشنا تحت البابل بوينت صارت تقل السوليوبيليتي للغاز بالنفط، مثل ما انا شايفين صار في انحدار بالسوليوبيليتي. والعكس صحيح، لو كان عندي غاز وحبيت حله بالنفط رح وصل لمرحله اشباع، ما عاد ياخذ غاز فبيوقف، قد ما زدت الضغط ما بيعود ياخذ غاز. فورميشن فوليوم فاكتور او عامل حجم النفط، رح نشوفه نفس العمليه، مرحله فوق البابل بوينت
المرحلة الثانية مرحلة البابل بوينت، ليش عم يرتفع الكيرف هو؟ البرشر عم ينخفض، الكيرف عم يرتفع هو. ليش عم يصار اكسباند للأويل؟ عم يزيد حجمه مثل ما شفنا هون، ليكو الرقم زاد من 1310 ل 1333، معناته زاد عامل حجم النفط هو حتى يوصل للبابل بوينت. عند البابل بوينت هي أعلى قيمة للفورميشن فوليوم فاكتور. بعد البابل بوينت بهاي المنطقة بيبلش الغاز يطلع وبيبلش عامل حجم النفط يقل حتى يوصل مثل ما احنا شايفين عامل حجم النفط لوين؟ للواحد. للواحد يعني معناته ما عاد في غاز نهائي، النفط صار ديد اويل، يسموه النفط الميت. او بصير هو مرحله سيرفيس كونديشن او مرحله ستوك تانك كونديشن. ستوك تانك كونديشن يعني المرحله القياسيه. نتعرف على الاويل بروبرتيز باختلاف انواع النفوط، يعني المنحنى الاول اللي شايفينه هون عندك فولوتايل اويل. طبعا المنحنيات هي للفورميشن فوليوم فاكتور لعامل حجم النفط. طبعا ليش اختلفت من البلاك اويل للفولوتايل اويل؟ بسبب وجود العناصر الخفيفه او سولوبيليتي للغاز بالفولوتايل اويل اعلى، وبالتالي وقت بكون نسبه الغاز المنحل بالنفط اعلى بيكون عامل حجم النفط اعلى. مثل ما احنا شايفين الار اس، الار اس غاز نسبه الغاز المحلول بالنفط بالخزان اعلى من البلاك اويل، وبالتالي الفورميشن فوليوم فاكتور قيمته اعلى. شايفين البلوت طالع لفوق، بينما البلاك اويل هو اقل. والبابل بوينت كمان مختلف، البابل بوينت بيكون بالفولوتايل اويل اكبر. الفسكوسيتي كمان بتختلف من البلاك اويل للفولوتايل اويل، كل ما زادت كل ما كان الاويل لايت كل ما كانت الفسكوسيتي اقل. مثل ما انا شايفين الاي بي اي قديش 30، هون الاي بي اي 45. شايفين الفسكوسيتي ترند تبعها 0.5، بالاي بي اي القليله بيكون فسكوسيتي يعني بحدود المينيمم، المينيمم إلها واحد، هون المينيمم 0.2. دائما معروف الفسكوسيتي، ليش الفسكوسيتي بتاخذ هالمنحة؟ بالبداية بيصار في اكسبانشن، اقل فسكوسيتي للاويل دائما عند البابل بوينت. ليش؟ لانه بيكون اكثر اكسبانشن، يعني الكومبرسبيليتي تبعه عالي. وتكون كومبرسبيليتي تبعه عالي بيكون قادر انه يعمل فلو، وبالتالي الفسكوسيتي تبقى اقل. بينما وقت تكون المناطق الاخرى هون بيكون كومبرست، وقت بيكون كومبرست بيكون الجزيئات متقاربه لبعض وبيكون مور دنس وبيكون الفسكوسيتي تبعه عالي. كمان نفس الشيء بالقسم هذا، نحن هون تحت البابل بوينت، وقت بيكون تحت البابل بوينت يعني الغاز طلع، وبالتالي بشكل اوتوماتيكي قلت الفسكوسيتي تبعه. الغاز بروبرتيز اوف ليكويد، هلا هي البروبرتيز للغاز اللي نحن بنتعامل معها وكله بيتعامل معها بهندسه البترول. عندك الزيت فاكتور، وعندك الفورميشن فوليوم فاكتور للغاز، وعندك الكومبرسبيليتي للغاز، عندك سبيسيفيك جرافيتي دنسيتي، نسبه رطوبه الغاز الووتر فيبر كونتنت، هي ضروريه لبيع الغاز، لازم يكون نسبه البخار او نسبه بخار الماء او الماء الموجود فيه قليله مشان يكون ايكونومي. كمان الفسكوسيتي نتعرف هون، عندنا بالسيرفيس كونديشن، عندنا بالريزرفوار كونديشن 1 متر مكعب، هذا اكزامبل. طبعا هذا لو اعتبرناه ويت جاز. عندنا الغاز معروف، النفط
النفط بس يخرج من الخزان بيقل حجم. الغاز بالعكس بس يخرج من الخزان بيزيد حجم. اللي شايفينه هون واحد متر مكعب قد ايش صاروا؟ 200 متر مكعب. طبعا هذا 1 كيوبيك متر باي ريزرفوار كونديشن، هذا بالكيوبيك بالستاندرد كونديشن. طبعا عطى 0.2 كيوبيك متر كوندنسيت. لو حبينا نحسب البتجي، البتجي هي عبارة عن حجمه بالخزان على حجمه بالسيرفس، يعني واحد على 200، يعني كيوبيك متر على كيوبيك متر. راشيو اوف كوندنسيت هي 0.2 على 200، يعني قديش طلع معي بالسطح كوندنسيت على اللي قديش طلع معي غاز على السطح. جي وار عندك سي جي ار، عفوا سي جي ار كوندنسيت غاز ريشيو 0.2 اوفر 200 اللي هي بستاندرد كونديشن. جي وار هي 1 اوفر سي جي ار. طبعا في بارامترات اخرى، دنسيتي للغاز لازم نعرف انه هون في تعامل مع الكتلة الظاهرية والدنسيتي الظاهرية للغاز، لانه احيانا مثلا اذا قال لك الجاما جي لازم تحسبها من الكتلة الظاهرية للمركب الهيدروكربوني، لانه المركب الهيدروكربوني كتلته ما فيه نحسبها الا من خلال كتلة المركبات المكونة له، فبسميها الكتلة الظاهرية اللي هي ام اي، على الام اي تعطي الجاما جي. البتجي هي قانونها هو طبعا، هي البتجي بتنحسب بهذا القانون، وهي الروجي كمان. الام اي بتنحسب بالكسر المولي لكل مركب ضرب كتله كل مركب، فبعمل له عمليه جمع بتطلع معي الام اي، بس ما هو بتطلع على الجاما جي. الاول كومبرسبيليتي معروف انه هو التعريفه، هو fraction reduction of oil due to 1 psi increasing in pressure، يعني كل ما زدنا واحد بريشر بده ينقص الحجم، لذلك تلاقيها ماينس، تلاقيها ماينس، هي عملية compressed يعني انقاص حجم، كل ما زدنا الضغط عملنا compressed أكثر. طبعا تقاس بالمخبر ودائما تأخذ بعين الاعتبار في المنطقة اللي فوق البابل بوينت. الووتر كومبرسبيليتي كمان مهمه، تقاس بالمخبر او تؤخذ بالكوريليشن. الامبريكال كوريليشن طبعا احد الطرق اللي بنحسب اللي شفناه البروبرتيز، ان كان اويل واللي ان كان غاز بنستخدم، احد الطرق اللي بتعطينا هالقيم هاي هي الامبريكال كوريليشن، واللي هي اسرع واحده واسهل واحده لمهندس المخزون او غيره. طبعا هي علاقات تجريبيه بالمناسبه اشتغلوا فيها مجموعة علماء، طبعا كل عالم اشتغل بمجموعة محددة. طبعا امتى بستخدمها العلاقات التجريبية؟ وقت بيكون ما عندي بي في تي داتا، ما انا مضطر يعني لازم. مجموعة العلماء هاي مجموعة العلماء اللي اشتغلوا ستاندينج وكلاستر وكلاسكو كذا، كلهم هذول العلماء اشتغلوا بعلاقات تجريبية لحساب الفلويد بروبرتيز، حساب البابل بوينت، الغاز سوليوبيليتي، الفورميشن فوليوم فاكتور طبعا للاويل والغاز، طبعا البابل بوينت، الغاز سوليوبيليتي، الدنسيتي، الكومبرسبيليتي، الفيسكوسيتي. طبعا شو لازم يكون عندي الانبوت بالعلاقات التجريبيه؟ دائما لازم يكون عندي الانبوت برودكشن ريت ات ستاندرد كونديشن، او الغاز ريت كمان برودكشن، لازم يكون عندي الغاز اور ريشيو من السيباريتور، ممكن نطالعه، ممكن احسب سبيسيفيك جرافيتي للاويل والغاز، هذول ممكن احصل عليهم بالسطح بدون مشكله. اما شو الاوتبوت اللي انا ممكن احتاجه؟ ممكن احتاج للبابل بوينت، للسوليوشن غاز ريشيو، للفورميشن فوليوم فاكتور، لاني هذا ما فيني قيس وقياس بالحقل، والفيزيكال بروبرتيز ممكن احصل عليها. طبعا العلاقات التجريبيه هي علاقات سائده حتى الان، كله بيستخدموها، سريعه مريحه. طبعا اذا في مجال داتا بنوقف هون،
ويعني اذا في مجال داتا الاساس العلاقات التجريبيه بتضل تجريبيه. لو في سلايد بشرح ليش. هاي انا اخذت علاقه طبعا اخذت كورليشن واحده لانه يعني في كورليشن كثير فما في داعي اخذ الكل. فانا اخذت اكزامبل طبعا احد العلماء هو ستانلي اشتغل بعلاقات تجريبيه من خلال دراسه لاب فلاش يعني عمليه فلاش او حساب ضغط الاشباع ل 22 حقل 22 كرود اويل بكاليفورنيا وتوصل لعلاقات رياضيه بتحسب يعني مثل مؤشر انه لحساب البابل بوينت اذا ما كان عندك مثلا بي في تي داتا. بس هاي كلها وجد انه هالعلاقه انه لحتى يكون لحتى اوجد البابل بوينت لاي حقل لازم يكون عندي ار اس اللي انا باخده من السيباريتو، لازم يكون عندي جاما جي او سبيسيفيك جرافيتي للغاز، لازم يكون عندي سبيسيفيك جرافيتي للاويل، ولازم يكون عندي الفورميشن تمبريتشر للفورميشن. طبعا هاي العلاقه تبعه حسب البابل بوينت مثل ما انا شايفين حسب هذا السابق. طبعا هاي ار اس، هاي الانبوت اللي دخلتها انا الار اس الروجي الاي بي اي تي في كلها. طبعا هاي علاقات مبينين من الثوابت، وتكون في ثوابت تكون علاقات تجريبيه حسب البابل بوينت. منها هاي البابل بوينت جاهز حسب منه الفورميشن فوليوم باكت تمام بنفس اخذ نفس البارامتر. طبعا العلاقه كونها تجريبيه فيها ثوابت كثير، وهذا طبعا بالكمبيوتر في سوفت وير اوتوماتيك بيحسب لك اياها، يعني بكبس الزر بيحسب لك، ما في داعي تمسك آلي حاسبي ويعني موجوده وين ما كان فبتحسبها، يعني ما في داعي تمسك آلي حاسبي وتقول والله ثوابت كذا، لا محسوب. المشكله بالامريكال ميثود في لها ليميتيشن، يعني مثل ما انا شايفين يعني البابل بوينت اذا كان اكبر مثلا من 7000 مثلا البابل بوينت ما ممكن يحسب. الريزيفوار تمبريتشر اذا اعلى من هالقيمه مثلا في خطا بالحساب. غاز اور ريشيو طبعا ما في بابل بوينت ما في اعلى من 7000 ما بتحسب، وحتى الريزيفوار تمبريتشر ما صعب. بس لازم نعرف انه في ليميتيشن للحسابات. غاز اور ريشيو بيحسب بس يعني معناته للفولوتايل اويل، هون لو شفنا للفولوتايل اويل صعب يحسب. الاي بي اي مثلا عندك من 16.5 الى 63 يعني سبيسيفيك جرافيتي. كمان الليميتيشن دائما بتخلق لك عقبات، يعني اذا انت جوزت هالليميتيشن هاي ممكن تعمل يكون معك ايرورز. الاي بي اي كنا بنسمع بالاي بي اي، شو هي الاي بي اي؟ هي الاي بي اي 1.141.5 اوفر جاما او ماينس 131.5. طبعا هذا رح نشوف انه اخر سلايد ونوقف معكم هون لانه الموضوع جديد، الموضوع لازم يكون متسلسل يعني وبياخذ وقت، فنحن نوقف هون بس اكفي هذا السلايد. الجاما او هي كل الناس تفكر الدنسيتي، لا هي الدنسيتي اويل عند الستاندرد كونديشن اوفر الدنسيتي للووتر عند نفس الدنسيتي ستاندرد كونديشن للدنسيتي للووتر عند ستاندرد كونديشن. طبعا الاي بي اي اذا كانت higher than 10 معناته floating on water، يعني الاويل floating على اما اذا كانت اقل من 10 معناته sink، يعني بيترسب الاويل. وهذا بيحصل وقت يكون عندك واكس او اسفلتين او كذا او شيء، فممكن يحصل هذا. معروف نحن اللايت اويل بين 35 و45، والهيفي اويل يعني اقل من 25. طبعا هاي نسبيه، في ناس بتقول لي الرنجات هاي مختلفه، لا فيهم يعني بضل الامور نسبيه. طبعا عالميا بياخذوا برين اللي هو حقل بالنرويج، بين النرويج وبحر الشمال يعني، و WTI هو الويست تكساس انترميديت. طبعا ليش بياخذوهم؟ لانه نفط مثالي، بيقولوا له سويت يعني ما في H2S. البرنت الاي بي اي تبعه 38، الويست
تكساس 40، بس السويت يعني ما في كبريت، يعني نسبة الكبريت 0.5%، أقل عفواً أقل من 0.5%. هاد بقولوا له سويت سورينج، وقت بيكون نسبة الكبريت أعلى من 0.5% أو بوصل للواحد بقولوا له سورينج. وبالمناسبة سويت ما له علاقة باللايت وبال ما له علاقة باللايت والهافي، يعني ممكن يكون لايت ويكون يكون سورينج، يعني في كبريت ممكن. فما حدا يفكر إنه اللايت معناته نفط كويس، لا ممكن يكون في سورينج، وممكن الهيفي اول يكون سويت، يعني نسبه الكبريت فيه قليل. فهي انا حبيت نوهها، وانا بتمنى انه يكون المحاضره ما كانت تقيل عليكم، وكنت وشكرا لصبركم معي، واذا في اسئله تفضل. الله يعطيك العافيه استاذ حسان. في كم سؤال، في واحد عم يسأل، شاب عم يسأل ماذا نستفيد من الفيس بيهيفير في المخطط أو نقطة رسمي حسب الخزانات وظروفها من مكان وظروف الخزان من مكان إلى آخر. طبعا أنت لازم يكون عندك كومبوزيشن أو عندك تجارب مخبرية، يعني لازم يكون عندك لاب أو يكون عندك كومبوزيشن لتبني المنحني الطوري. بس تبني المنحنى الطولي لازم تحط شروط الخزان اللي عندك، شروط السيباريتور لازم توقعهم على الانفلوب فيز على المنحنى الطولي، وتشوف انت اذا عندك غاز واللي عندك كوندنسيت واللي عندك فولوتايل اويل لازم، ولازم تعمل ديبليشن للبريشر حسب المخطط له. يعني عندك انجكشن معناته عندك انت عم تحافظ على بريشر ثابت للخزان، وبالتالي ما عندك ديبليشن، معناته انت بمنحنى فوق، يعني معناته انت عم توصل لشروط السيباريتور بامور امنه. مثلا عندك غاز انجكشن، عندك هاي كل هالامور، هاي لازم يكون هاي لازم يكون هالنولج عندك. يعني ف قديش رح تنتج غاز، قديش رح تنتج اويل، كلها من الانفلوب فيز تعطيك فكره، قديش اذا عندك كوندنسيت، قديش عندك دروب اوت، كذا شيء كله. تماما تماما، هي احدى الامور اللي الشباب اللي ممكن خريجين جامعات ما بيعرفوها، انه نحن اثناء دريلينج بعض الابار بتكون هي جست فور انجكشن، هي فور برودكشن. يعني احنا بيكون كريزوار انجينير محدد لنا انه نحفر هون حتى يكون الويل في النهايه هو انجكشن غاز او ووتر حسب حتى يحافظ على الريزوار. طبعا طبعا تماما. نادرا ما يصير عملية تكثف العكسي ضمن الخزان. في واحد في شخص عم يقول إنه هذا بالنسبة للتكثف العكسي ضمن الخزان، هل إنه يصير ممكن يصير تكثف العكسي ضمن الخزان؟ اللي شفناه نحن من المنحنى الطوري ضمن الخزان، إذا صار ديبليشن مثل اللي شفناه، يعني إذا صار ديبليشن، وطبعاً ديبليشن بده صار بإنتاج. طبعا نحن هذا عم ندرس الدبليشن هون على المنحنى الطوري، بس اللي صار بالخزان بيرجع بصار عكسي. يعني انت بس ترسم المنحنى الطوري للحقل تبعك ممكن يصير عكسي، يعني مثل ما شفنا النقاط بتنزل من تحت حسب الدبليشن تبعك، ثبت درجه الحراره ونزل بخط الضغط لتحت تعرف انه بصار عكسي ولا لا، مباشره بصار عكسي. بصير هل توقف الانتاج عند نقطه الدي بوينت؟ سوري بس بالمناسبه مشان ننوه لها شغلي انا، يعني دروب اوت الليكويد اللي صار صار جزء من الصخر، يعني شلون بيعمل عمليه ويتنج للصخر، يعني صار جزء من الصخر صار ويتنج له، يعني بقول والله انه كوندنسيت اللي عمله دروب اوت انا اذا عملت ديبليشن شوي ثاني ممكن رجعه لغاز. لا تمام، بس مشان من هاي الملاحظه يعني. في سؤال، لماذا الاعتماد على منحنى الويت غاز لنوع الهيدروكربون الاخف؟ ما فهمت السؤال انا، ممكن مره ثانيه بالله. عم يقول لماذا الاعتماد على منحنى الويت غاز لنوع الهيدروكربونات الأخف؟ ما أنا ممكن أستاذ السؤال، أتوقع لماذا ضيق الويت غاز كيرف
لماذا يكون ضيقا؟ هل هو اعتمادا على نقل الهيدروكربون الاخف؟ هو طبعا طبعا لا، المركبات معروفين اذا بيرجع لكل مركب. انا ما دخلت بالمنحنيات الطوريه، المكونات بالكربون دائما او عفوا سي 1 دائما نارو، يعني يبقى ضيق. يعني انا ما دخلت كثير بالمنحنيات الطوريه لكل مركب وارجيتهم، لا هو لانه بيتعلق بالمركب نفسه. يعني الدراي غاز سي 1 هو المسيطر على الكومبوزيشن، فهو هذا المنحنى الطوري هو اللي مسيطر عليه انه مخليه ضيق. اما انت بتشوف مثلا فولوتايل اويل بتلاقي المركبات الاثقل بعيده عن السي 1 فبتلاقي اعرض. الهيفي اويل السي 1 تبعه اقل، بتشوفه اعرض من الفولوتايل اويل. في سؤال انه في الاويل فولوتايل كيس انه اذا نحن وصلنا لريتش ريتش تو ذا دي بوينت ضروري ستوب ذا برودكشن. نحن لا، هلا اذا اكشوالي نحن اكشوالي لا، انا لا اقول لك شغله اكشوالي ما بنوصل لل، نحن وقت بندرس حلقات ما بنوصل للديو بوينت بالفولوتايل يعني ما بس نحن مرة النقاط مثلا بنقول لك ديبليشن، يعني انا ديبليشن ممكن اعمل هذا الديبليشن ما بيصير مثلا لل100 بي اس اي، مثلا بكون عندك 5000 بتنزل لل100 بي اس اي مثلا لحتى تعطي الديو بوينت، ما حدا بينزل من 5000 ل100 بي اس اي لضغط خزان. بس هذا نحن بندرسه نظريا. يعني في سؤال انه في ما هي افضل درجه حراره لاستخلاص الكوندنسات؟ الكوندنسات هو درجة الحرارة ما فيك تتلعب فيها الخزان. تماما هي لانه انت ما فيك تسوي لها شيء. تماما انت ما عندك برشر انك درجة حرارة ما فيك تسوي لها شيء او شيء، لا ما في اي شيء تعمله. في بالنسبة لشخص عميل في بالنسبة لانه اذا كان عندنا نحن هالمأخوذ المخطط في حال وجود غازات غير هيدروكربونية مثل H2S، وهي طبعا السولوبيليتي بتختلف السولوبيليتي من غاز لغاز، يعني من غاز بير تايب اوف غاز. لا وقت بياخذوا الغاز السولوبيليتي لكل النان هيدروكربون والهيدروكربون، لانه بالاخير هذا مكون، يعني الاتش 2 اس مكون للنفط يعني. فهو المخطط محسوب كغاز مع ليكويد بغض كالغاز كتوتال غاز بغض النظر عن الكومبوننت تبع الغاز. توتال غاز هي معظم الاسئله اللي انسالت. بتحبون نذكر الاستبيان استاذ محمد استاذ حسام؟ يلا بفضلك الاستبيان. ايوه استاذ حسان، اتوقع اغلب اسئله الزملاء يعني على الفيز بيهيفير، انه كيف علاقه الفيز بيهيفير بالبرودكشن بالطرف، يعني حسب خلينا نقول الدرايفنج ميكانيزم مثل ضمن الريزرفوار، يعني هل تغيير الشروط راح ياثر على عمليه الانتاج حسب اختلاف شروط الريزرفوار، يعني حسب الدرايفنج ميكانيزم مثلا تبع البرودكشن اللي في هذا الريزرفوار، يعني في الشروط المعينه، يعني هاي اتوقع لانه عم يقول لك الدي بوينت ما ظل انتاج، يعني ممكن شوي توضيح، اتوقع في لبس شويه يعني حول انه الانتاج، يعني انت يعني اتوقع انه حتى لو ما لها علاقه انه اذا تغير الفيز ضمن الريزرفوار انه بطل ينتج او ما بطل، يعني لو تسلط الضوء شوي استاذ حسن. على العمليه ماكسمايز ريكفري او اوبتيمم ريكفري، مو العمليه انه والله بوقف الانتاج وما بوقف، لا مو لا، يعني لا، هلا انه انت تعرف وين انت، دائما جيد انك تعرف وين انت بالخزان. مثلا وقت يكون معك فولوتايل اويل الشرينكج معك عالي، وبالعاده اذا بالفولوتايل اويل الشرينكج عالي والغاز سهل انه يترك النفط، يعني بالفولوتايل اويل، فاحيانا دائما بيعمدوا لووتر انجكشن مثلا في ديبليشن عالي، ها اذا ما عندك اكويفر او كذا او شيء دائما بيعتمدوا على انجكشن
مشان يحافظوا انه ما تروح لديبليشن عالي، وبالتالي الغاز ينفصل ضمن ضمن الخزان، يعني خاصة بمنطقة البابل بوند، يعني بالمنطقة المشتركة. يعني انت لازم ما توصل، انت بالاصل لازم ما توصل، يعني انت بالاصل لازم ما توصل المشتركة، يعني او المنطقة المشتركة تكون بالبير او على السطح يعني، نعم، او بالبئر يعني. نعم. اما ما تكون المنطقة المشتركة ضمن الخزان. نعم. فخليك فوق البابل بوينت. ليش انت بدك هذا بالنيدل الاناليسيز والامور هاي، صح استاذ حسان؟ يعني دراستها تحت هذا البند ولا يعني هلا انت مثلا لو مثلا انا ما حقنت بخزان، نزلت تحت البابل بوينت، وبالتالي انا خسرت قسم من الانرجي تبع الخزان اللي هو الغاز، لانه الغاز تحت البابل بوينت رح يترك النفط ويجي على البئر قبل النفط، لانه الموبيليتي تبعه اسرع يعني، فرح يجي رح يترك النفط خلفه، انا رح اخسر قسم من الريكفري، رح انتج اويل صحيح بس بريكفري قليل يعني. طيب فعمليه انه انا ما انزل تحت البابل بوينت هي ضروريه يعني. طيب اذا ما فيني اعمل سبورت للريزرفوار بريشر، الانتاج بريت اقل مثلا تشوكينج، يعني ممكن يفيدني بهاي النقطه؟ هاد اوبتمايز، هاد اوبتمايز يعني دائما بتشوك دائما العمليات وقت تكون عندك كاس كاب. نعم. يعني مو وقت تكون عندك خزان ومثلا والله يعني بتضل بتنتج 50 برميل فور ايفر، هي ايكونوميك هي يعني، ما يكون عندك غاز فريق غاز كاب في الريزرفوار. غاز كاب احيانا بيطلب منك يعني، هاي دائما انه تعمل اوبتمايز للتشوك سايز. اما مثلا انا عندي ابار وعندي حقل صغير، يعني انا بضل بنتج 5 براميل لفور ايفر لحتى ما انزل تحت البابل بوينت. نعم. ما هو ايكونوميك هذا يعني. ممكن وقت صح. نعم نعم. في بعض الأساتذة رافعين ايديهم، لو ناخذ بعد اذنكم مثلا عسى يعني ما بين يتم الاستبيان. في استاذ حسين علي، في استاذ حسين علي يلا. استاذ حسين علي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال استاذ حسن؟ الحمد لله. انا اشكرك جدا على محاضرات المميزه عندك. الله يكرمك يا رب. شكرا استاذ. كان بدي ان يعني نعرف تيبل وين عم تحكي حضرتك باشمهندس الهيدروكربون بصراحه من العراق، لانه اذا تلاحظ، بس اذا تعطيني دقيقه خليل، الويث للفيس انفلوب هو فانكشن للكومبوزيشن كما ذكرت. طبعا بالنسبه للفيري لايت هيدروكربون الكريتيكال تمبريتشر مالته تكون سب زيرو. احنا اللي يحدد الويث للفيس انفلوب حقيقه هو سي 7 بلس، يعني اذا تلاحظ سي 7 بلس او حتى الهيبتين الكريتيكال تمبريتشر راح تزداد حتى توصل الى 800 ديجري فهرنهايت. فهذه كان بدي انه تنطرح، لانه تعرف انت بالنسبه للبلاك اويل الكومبوزيشن مالته فرشه واسعه من سي 1 الى سي 32 ميبي. مظبوط. الحين الدراي غاز فروم سي 1 الى سي 6 او سي 7 بلس سي جي تريسز كل غاز. فكان بدي يعني تتطرق الى هذا الموضوع. ثانيا فيما يخص الريتروغريد فينومينا، يعني ما كان عليها اضواء، ليه هاي تصير؟ لانه احنا نعرف انخفاض الضغط يخلي الليكويد يصير فيبر، او اذا وبالعكس اذا انت زيد الضغط الفيبر يتحول الى ليكويد. الريتروغريد فينومينا نحن عندنا سينجل فيز غاز، ينزل الضغط تلاحظ انه يصير عندي كوندنسيشن، وهذه هي اسمها ريتروغريد، يعني ظاهرة عكسية. طبعا هاي الظاهرة تعتمد على الريبولسيف، يعني النوع من التوازن ما بين ريبولسيف فورسز بتوين موليكيولز زائدا اتراكتيف فورسز، لانه هذه قضية راندوم موشن بالنسبة للموليكيولز. فانا اشكركم، بس حبيت ان ادخل هذه المداخله. انا كنت لكن انا بالمناسبة انا باخر هذه المحاضرات القيمة والجهد المبذول منكم. انا باخر دي بالمناسبة أنا بآخر الدقيقة شفتهم هذول الصيدات، لقيتهم صيدات كثيرة. بالمناسبة كنت عم بحكي على القوة بين الجزيئات وبين المولات، بس يعني لقيت إنه يعني في ناس مو كثير لسه يعني
شكرا خلص. شكرا للاستاذ حسين علي على يعني القاء هاي يعني الفائده. وطبعا يعني مثل الاستاذ حسان اكيد يعني للاسف الشديد يعني ضيق الوقت يعني هو للاسف انه ما يعني ما في مجال انه يتم تسليط الضوء على كل نقطه، ولكن جزاك الله الف خير استاذ حسين وسعيدين يعني باضافتك، اشكرك جزيل الشكر. استاذنا استاذنا كمان في عنده مداخله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا للمهندس حسان وجميع الاخوه الاساتذه والمهندسين. استاذ نائل من وين تتكلم بعد اذنك؟ نعم، انا من اليمن من حضرموت. ميت، اهلا وسهلا باليمن جميعا. الله يحييكم. في عندي سؤال في الحقيقه، هل تتواجد مكام النفطيه تحتوي على ماء وغاز فقط، يعني مش موجود فيها نفط؟ إيه ممكن أكو فرق، بس هي سيئة بتكون، يعني هي سيئة المكامن، سيئة بالنسبة لمردود الغاز. يعني يعني ما فيها ما فيها ما فيها غاز، ما فيها نفط نهائيا يعني. إيه موجودة. فيها... إيه بس هي عنا بعالم الريزرفوار بيكون الريكفري تبعها سيء، يعني بيكون 75%، بينما مكامن الغاز بدون ووترها بيكون 90-95% ريكفري. يعني انت ممكن تنتج للزيرو. طيب ايش المانع، ايش المانع انه ما تكون، يعني تكون الغاز ولا تكون الاويل يعني في اختلاف السنشن بين بين الغاز والووتر. فالووتر بيعمل اتاك، بس بيعمل اتاك بيخلي الغاز بيعمل باي باست على الغاز، فبيعمل باي باست على الغاز، فوقت بعمل باي باست على الغاز هذا الغاز كله خلاص راح. لازم تنتج بسرعات عالية جدا أو تسحب المي مناطق الأكويفر، هيك في طرق يعني، يا تسحب الغاز بسرعات هائلة يعني أكبر من سرعة حركة الماء بالخزان، أو يعني تزيد عدد الأبار الأوفتيك، أو تحفر هوريزنتال. أحيانا في ناس تحفر هوريزنتال، أحيانا تحفر الناس أبار بمنطقة المي، تسحب المي بحيث أنه تقلل حركتها باتجاه المنطقة الغازية. نعم، هذا من ناحية الإنتاج، لكن من ناحية عدم وجود إيش يعني، ما سبب عدم وجود النفط في هذا المكمن؟ يعني وجود علما أنه يعني من شروط تكون اللي هو الغاز الحرارة العالية والضغط. أحيانا من شروط تكون، أحيانا من شروط الإميجريشن، يعني الغاز وقت يكون أكثر من التراب وماشي الهيدروكربون، فأول واحد بيتوضع مثلا الغاز جاي وراء الأويل، لأنه معروفين مثلا إذا في غاز أو أويل أول شيء بيتوضع الغاز وجاي وراء الأويل، زاحموا الأويل والأويل جاي بالخلف بده يحتل المصيدة اللي جاي فيها الغاز، فالغاز بيغير لمصيدة تاني أحيانا، لمصيدة يعني تالي أو مصيدة أخرى، فالعملية ممكن تتم هيك يعني. ممكن من شروط التكوين كمان، ممكن من شروط التكوين، لأنه معروفين شروط التكوين مختلفة وممكن بشروط الإميجريشن نفسها، يعني إميجريشن نفسها من عملية الترابينج، وصار عملية الترابينج ممكن الأويل مثلا يطفش النفط أو النفط يطفش الغاز لمصيدة أخرى، وبالتالي بيعمل أكيوموليت بمنطقة أخرى بضل الأويل بالمصيدة اللي قبل. شكرا. في أي شيء سأذن نائل؟ شكرا، واضح جدا. أشكرك جزيل الشكر، حياك الله. أستاذ حسان، بس لو تعلقنا على الاستبيان بعد إذنك قبل ما نكمل مع المشاركات الزملاء، يعني حتى لو سمحت يعني يعني الاستبيان. استبيان ظاهر عندك أستاذ حسان؟ هلا 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 بوجي. بالنسبة لل استبيان بالنسبة للأول، السؤال الأول لازم يكون دائما الـ initial temperature أكبر من الـ critical، يعني 50-50 يعني أو أكثر شوي. بالنسبة للـ crocodum therm maximum temperature
ماكسيمم وكمان الماكسيمم كمان ايجابي صح عليها يعني نعم. في نتيجه كويسه. بالنسبه للثالثه الماكسيمم كمان جيده يعني مو جيده ان شاء الله يعني ها في بحث خاصه الترم يعني غريب عنه شوي فالدليل صح. انه بحث عنه يعني نعم. شكرا جزيلا استاذ حسان الله يبارك فيك. في استاذ محمد حسان محمد حسن او حسان محمد حسان لو سمحت مداخلتك على السريع بعد اذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حاب اشكركم على مجهوداتكم والله وربنا يبارك لحضراتكم ويجزيكم خير. انا محمد حسن من القاهره خريج هندسه البترول. انا كان عندي مداخله بخصوص الريتروجريد كوندنسيت. كانت مداخلتي بخصوص حضرته قال ان احنا ممكن نعمل جذر سايكلينج بحيث نرجع الغاز استاذ محمد يخلي البريشر عالي. استاذ محمد للاسف انقطع جزء من صوتك ما اعرف يعني لو تعيد السؤال بس بسرعه اكبر. تمام انا سؤالي بخصوص تمام واضح دلوقتي. تمام تفضل تفضل. تمام سؤالي بخصوص ال ممكن نعمل جاز سايكلينج الحاله نعمل ان سيتيو كومباستشن او اللي هي الانهانسد اور ريكفري بان احنا مثلا نحقن مثلا ساتوريتد ستيم او اي حاجه سخنه بحيث تغير الحراره مثلا. هل ده ممكن يعني ومطبق ولا لا؟ والله ليك هلا هو كمبدا يعني ممكن يعني بس اقول لك شغلي نادرا ليك البتروليوم اندستري نادرا ما بيروح للصوب يعني بهذا الاتجاه دائما لانه انت عمليا انت حتى درجات الحراره تعتبر درجات مثل ما شفناها يعني درجات حراره عاليه بموجود فيها الكوندنسيت يعني فما حدا بيروح بهذا الاتجاه لانه هو بالاصل درجات حراره الخزان او درجه حراره الكوندنسيت تبقى عاليه. الشغله الثانيه عمليه نط ايكونوميك يعني مثلا تحقن غاز انه الغاز اول شيء الماتيريال يعني الصوص موجود عندك فانت عم تعمل له ريسايكلينج فعمليه ايكونوميك اكثر من اي شيء ثاني. الشغله الثانيه انه حراره الخزان يعني ما هي براكتيكال يعني. تمام شكرا جدا لحضرتك. شكرا محمد الله يعطيك العافيه. شكرا استاذ محمد. استاذ جواد بس اتمنى من الزملاء يعني تكون المداخلات قصيره لانه في يعني الوقت يعني في ناس بدها تترك نعم 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 اوكي تفضل استاذ جواد. بارك الله فيكم على الجهود هذه الحقيقه. انا كان عندي تعليق واحد السيد المحاضر قال في احد تعليقاته اويل كومبوسيبلتي نيجاتيف وذلك خلى هذه ما شفت اويل كومبوسيت نيجاتيف وذلك خلوا السالب because of dv slope of dv of delta be negative فخلوا النيجاتيف حتى صح ماكو نيجاتيف كومبوسيبلتي. طيب وثانيا حقيقه السؤال الاخير على السريع لما حسب السوليوبيليتي ار اس ما اعرف ايش طلع الشكل وقال هذا فوليوم اوف غاز هذا فوليوم اوف غاز هذا الفوليوم اوف غاز اي كان نوت نوت انتل اي بليد ذا غاز تو اتموسفير اند ميجرد باي غازوميتر Then I divide this gas, which is measured in atmosphere, and oil volume at atmospheric. شكرا استاذ جواد. استاذ حسن عندك تعليق؟ بالنسبة للكومبرسبيليتي هي الإشارة معروفة نحن وقت نزيد البريشر أعرف النقص فيها دلتا في دلتا بي نقص فخلوا النقص حتى صح مظبوط هي بتعدلها يعني. أنا وين أستاذ أنا سألت كثير من المهندسين خريجين What is the meaning of impossibility Nobody knows believe me I told them I have 5 10 to minus 6 I can put 5 over 10 to the plus 6 My PSI to minus 1 I can put 1 over PSI. This means if one pressure drop, just one, from 1,000 to 999, and I have one volume, 1 million volume of oil, this will increase to class 3, whatever, 3 volume. So the new volume will be million and 3.
This is the meaning of composability. I am sorry. No problem. استاذ حسان استاذ حسان خليه يجاوب الله سمحت. لان انا مدوس هاي المواد كلها مدوسها. أهلا وسهلا فيك أستاذ جواد. بس في عنا هون خبيرنا أستاذ حسان هو تيم ليد في شيل، فأكيد التدريس جزء حلو لكن الخبرة. لا أنا اشتغلت بالشركات، أنا اشتغلت 15 سنة في شركة كونسلتنت أوف أجر فور إنجين. أهلا وسهلا. I am holding PhD. ما شاء الله ما شاء الله. And I am full professor. ما شاء الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أنا كل محاضراتك أصورها وخلي بالمحاضرات مالتك صراحة. بارك الله فيكم. والله أستاذ جواد إحنا ما عندي حكي ها تجاهك أنت. إحنا لا ندعي إنه إحنا الأفضل وإحنا الأعلى. لا بالعكس. الكونتريبيوشن مالتي هي فائدة إلي. بارك الله فيكم أستاذ جواد ودكتور، يعني إحنا سعيدين جدا بوجودك في هذا الكورس. واحنا سعيدين باضافاتك واضاءاتك، يعني لا شك من يدعي كمال العلم فللاسف اكيد نعم. اكيد نعم. والله عندي كذا شغله عايزه حتى استمع للمحاضره. نعم، ولكن احنا نحاكي الاخوه اللي يعني بحاجه لهذا العلم. I know that. نعم نحاكي. تفضل دكتور. والله قلت لك الاوتوغريت كوندنسيشن. نعم. هذه احنا نسميها this phenomena against physical law. نعم، لذلك سميناها اوتوغريت. ليش؟ نعم. لانه مثل ما تفضل الدكتور علي حسين باقر. نعم. انه كل ما ينزل الضغط المفروض يصير عندي غاز، بده يصير عندي ليكويد. نعم، against physical phenomena. حقيقه بحثت عليها كثير ما لقيت في السبب يفسر لي ليش. نعم نعم. Thank you very much. خلي أعطي مجال. شكرا دكتور، بارك الله فيك. حبيبي دكتور، حبيبي أستاذ الفاضل. سعيدين بإضاءاتك ونجوم منتظرين إضاءات أكثر إن شاء الله. حبيبنا الفاضل. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. السلام. عليكم السلام. في أستاذ منتصر بدر أو بدر. أستاذ منتصر. بدر الدين. سوري. أستاذ منتصر موجود معنا؟ أستاذ منتصر، شكرا جزيلا أستاذ منتصر. في أستاذ جاسم العبود، تفضل أستاذ جاسم، شو إضافتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية الزملاء. عليكم السلام على أستاذ جاسم، حياك الله. حياك أستاذ حسان. سؤال لو سمحت، بالنسبة للموضوع اللايت اويل والهيفي اويل، انه انا يكون عندي برودكشن اوف لايت اويل او هيفي اويل، اتس ريليتد تو ريزرفوار اتس ساندستون او كربونيت مثلا. مجلد ابو عبدو ممكن يكون هون ممكن يكون هون، ما في مشكله. لا ما له علاقه نوعيه الريزرفوار، ما له علاقه بالفلويد ابدا. ما له علاقه. انا بتاكد من المعلومه انه انا ممكن يكون عندي ريزرفوار ساندستون بنتج منه هيفي اويل، والعكس كربونيت ممكن ينتج لايت اويل. انا مش عم يضيع الله وكيلك. الزملاء يعني اللي ما يستخدم المايك رجاء ان يعمل ميوت لانه في تشويش شوي على المحاضره رجاء. استاذ جاسم عذرا تفضل. خلص سؤالي. بعرف الأستاذ حسان يعني قصدك البيئة الرسوبية، خلينا نقول لها علاقة بنوعية النفط يعني اللي. تماما انه انا اذا عندي ريزرفوار كربونيت، هل انه انا انتج منه هيفي اويل فقط او لايت اويل، والساندستون انه انا انتج منه لايت اويل فقط أخ جاسم. اخ جاسم تفضل. الخزان هو مأوى الهيدروكربون، يعني تمام يعني الهيدروكربون كان ضيف الخزان، الخزان ما له علاقه فيه. نعم. جزاك الله خير، حبيت اتاكد من هالمعلومه استاذ حسن. بارك الله فيك استاذ جاسم، اشكرك جزيل الشكر. شكرا استاذ خلف. الله يبارك فيك. تحياتي. تحياتي استاذ جاسم. شكرا استاذ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. استاذ حسام صيبعه. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه للاستاذ حسان ولدكتور حسين علي باقر استاذي في جامعه صفدات.
حسام جليل ريزرفوار انجينير ميدلاند اويل كومباني. طبعا سؤالي للاستاذ حسان هو is there any method to calculate the C7 plus molecular weight if my chromatograph for the field doesn't reveal the C7 plus molecular weight؟ يعني انا عندي كروماتوغراف لاحد حقول الغازيه حتى ادرسها ال بلوكج فور كوندنسيت، فصراحة حتى السبليتنج واللامبنج اعتقد دكتور حسان يعني على دراية بالموضوع، ما موجود عندي سي 7 بلس المونوكلير ويت، فتعرف انت هذا يحتاج الى سبليتنج للهدي كومبوننت وبعدين اعمل لها لامبنج. اكو فد ميثود معينة حتى احسب بيها السي 7 بلس مونوكلير ويت لو انه هي هذه يعني هذه يعني تعتبر يعني مختبرية، انه خلاص طريقة قياس مختبرية، اذا ما موجودة خلاص انه ما اقدر احسبها يعني. لا هي لازم تكون موجودة، بس هلا هو مجموع المولكيولر ويت لازم يكون 100% يعني. اكيد. هو طبعا انا نعم انا الكروماتوغراف الموجود عندي لحد السي 11 يعني موجود عندي، فانه مجرد ما اطرح من السي 7 او مجموع السي 7 خذ من السي 7 وتحت خلاص هذول السي 7. انا اعتمدت هذه الويتنج ميثود، يعني قالوا لي انه يعني ما تعطيك مونوكلير ويت يعني شلون نقول بريسايسلي يعني نفس المحسوب مختبريا يعني. لا نفسه انت وقت بتاخذ مثلا السي 11 بس هو يبقى بالريبورت يبقى حاطط لك مثلا للسي 7 كام السي 11 كام ولا هيك عاده بالريبورت. انا عندي بس السلايدات اللي جاي يبقى كاتب لك اياهم، بس انت اذا ما في اعمل سبتراكت يعني اطرحهم من يعني نطرحهم من المجموع اللي سي 6 يعني معناها. ايوه أيوة. اما بالعاده بالريبورت بنحسبه يعني اللي بعام بتقول انت سوي لي اياهم ارجيك انا بس بالسلايدات بالمحاضره الجاي مكتوبين يعني بنكتبه يعني. نعم بالي نعم اوكي شكرا. حياك الله استاذ حسام، شكرا لك، الله يعطيك الف عافيه. في استاذ طارق صالح، في عندنا باقي اثنين من الاخوه مداخلين واتوقع نكتفي بهذا القدر. استاذ طارق صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال عن الحادثه الاخيره اللي صارت في خليج المكسيك؟ تفضل استاذ، يعني اذا لها علاقه بالريزرفوار تفضلوا. هاي المشاكل يعني التسريب صار ممكن عن طريق عاصفة أو شيء، مين المسؤول عن السيطرة عن هذا؟ كل العاملين بالأوفشور ولا في قسم محدد؟ شغلة ثانية، ممكن شرح بسيط عن أغلب الأسباب حدوث نفس هاي المشاكل؟ استاذ هاي معلش عذرا استاذ حسان، يعني هي هاي مشاكل تقريبا الى حد ما والكنترول، وتوقع استاذ محمد زعل بكورس الحفر حكى فيها باسهاب، يعني كيف السيطره على البير، لانه الريزرفوار هو عباره عن طاقه، عباره عن قنبله موجوده، فالحفر هو اللي قسم الحفر هو اللي يتحكم فيها، يعني هو اللي يتاكد ايمت يقدر تغادر الرق البير، وإذا في حال صار أي ويل كنترول إنسيدنت أو إيشيو الدريلينج بيبول دريلينج تيم هو المسؤول عنها يعني. أيوه. أما الريزرفوار يقول لك عندي هذا الريزرفوار بريشر، أنت تحسب على أساسه حساباتك كدريلينج تيم، ولازم تتحكم ضمن هاي الويندو، لازم تشتغل ضمن هاي الويندو، ما الريزرفوار ما لها علاقة مباشرة في هذا الأمر. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك يا رب، شكرا جزيلا. استاذ محمد عبد الستار اخر مشارك يعني في هذا الكورس اليوم، تفضل استاذ محمد عبد الستار. مساء الخير، حياكم الله. يا ميت اهلا محمد عبد الباسط السودان. محمد عبد الباسط، يا ميت اهلا وسهلا استاذ محمد، تفضلوا. مرحبا بك، تحيه الدكتور حسان وكل المشاركين. أنا عندي مداخلة بس بسيطة بخصوص أنت في البداية، طبعا الضغط بيكون عالي في المكمن وبتنتج عن طريق البرايمري ريكفري. مع مرور الوقت بيحصل ديبليشن في الضغط والغاز بتحرر
بتصل المرحله اللي ما بتقدر الضغوطات ما بتقدر تنتج انتاج برايمري، بتلجا للسكندري ريكفري. ايوه بس يا ريت توضح لنا بس السكندري ريكفري، وهل يمكن انه تزيد الضغط بتاع المكمن ده لمرحله انه يكون اعلى من الانيشال بريجر المكان موجود سابقا في البدايه ولا لا يمكن؟ استاذ حسان طبعا اتوقع هي قادمه بالمحاضرات القادمه الاي او ار، ولكن ممكن يعني بريفلي ممكن نتكلم ممكن عليها. ممكن نعم. ممكن نروح على السكندري ممكن نروح على السكندري حقا. اذا عندك مثلا غاز كاب ممكن تحكم منطقه الغاز، اذا عندك منطقه ووتر لازم يكون عندك، اول شيء لازم يكون عندك منطقه لحقن الليكويد يعني لحقن الووتر مثلا. ف قبل ما ننزل احنا عاده بنحكم ما بنحكم اعلى من الريزرفوار بريشر. اذا سالتني ليش يعني الكونديشن اللي نوجد عليه الخزان نوجد عليه بكونديشن 3000، يعني ليش انا بدي اطلع على 3500 بالبريشر؟ هذا بيعمل ديسبيرس للاويل، يعني بيعمل يعني الليكويد الموجود ممكن يغادر المصيده يعني، فهو موجود على كونديشن محدده يعني. يعني انا لازم مثلا دائما مسموح مثلا 1.2 1.3 من الريزرفوار بريشر، يعني ما مو اكثر يعني من الانيشال، طبعا من الانيشال ريزرفوار بريشر انيشال كونديشن. بس عاده ما دائما هيك، بس عمليا لا لازم يكون على الانيشال او اقل شوي، لانه نوجد لانه ممكن ديسبيرس يعني ممكن تخسر يغادر المصيدي او ممكن يهرب يعني. ممكن يعمل يعني، لانه احيانا الاغلاق حسب درجه الاغلاق تبع الريزرفوار. نعم شكرا شكرا دكتور. شكرا شكرا استاذ محمد، شكرا لك ولمداخلتك. وصلنا ان شاء الله لنهايه الكورس لهذا اليوم، وباسمي وباسم التيم المشارك يعني تجمع المهندسين وبشكل خاص مهندسين البترول يعني في هذا الكورس، يعني باسمي وباسم جميعا وباسم المشاركين من جميع البلاد، اتوجه بجزيل الشكر للاستاذ حسان على جهده ومعلوماته القيمة، واترك الخاتمة للاستاذ محمد زعل، استاذ حسان صيبعة والشباب الموجودين بالتيم إذا عندهم أي مداخلات قبل ما نأتي إلى نهاية هاي المحاضرة. والله ما في شيء، أنا بدي أتشكر كل الشكر طبعاً الخبير الكابتن الخبير المهندس حسان عوض على جهده وعلى تعبه معنا وعلى بقائه ساعتين معنا متواصلين. أشكر فريق العمل كامل بشكل خاص المهندس خالد، المهندس خلف، المهندس محمد زعل، المهندس رياض، المهندس مازن، وأشكر المشاركين على صبرهم وتعبهم معنا، وإن شاء الله نلقاكم بمحاضرة قادمة الأسبوع القادم يوم الأحد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للجميع. يعطيكم العافية جميعا. الله يبارك. نشكر الفريق جميعا والأخ الدكتور من العراق كمان، شكر له على إضافته وعلى مشاركته الدائمة معنا. بارك الله فيكم. وإن شاء الله دائما نسمع صوته دائما في تعليقاته، يكون صدره رحب معنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ رياض. إحنا هاي الإضافات صراحة يعني بتعمل قيمة مضافة. نعم للمحاضرة. نعم. سعيدين جدا. نعم. سعيدين بكون إنه مشارك الجميع، وأي زميل عنده مداخلة نحن عم نعطي فرصة للجميع إنه يشاركوا، مشان خصوصي الزملاء الجدد يعني يستفيدوا. نعم. الطلاب الخريجين. نعم. الجدد يستفيدوا ويغنوا المحاضرة يعني. العلم ليس له حد أستاذ حسان، ومن يدعي إنه يعلم كل شيء أتوقع إنسان خاطئ، ولكن كل في مكان في خبره معينه ربما لم يعني. ونحن كلياتنا بنكمل بعضنا، كل واحد يعني عنده مجال وعنده خارج. بس خلي الاستاذ حسان هو يختم اذا في مجال. تمام. كلمه بس استاذ رياض يعني. استاذ رياض اذا عنده اي شيء استاذ رياض قبل ما نرجع لاستاذ حسان. استاذ رياض على كل ربما استاذ رياض أغادر. أستاذ حسان تفضل، الكلمة الأخيرة إليك. حسان أبو أحمد. أنا بشكركم كثير، بشكر الأخوة الحضور وبشكر المشاركات اللي عملوها، أغنوا المحاضرة وهذا دليل اهتمامهم، وأنا سعيد جدا كثير يعني إن كان بالاستبيان اللي عم يسووا أو بمشاركاتهم،
شكرا لهم وبتمنى حضورهم، بتمنى اكون عم اقدم لهم شيء يعني مفيد. الله يعطيك ما شاء الله عنك. الله امين. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك. عليكم السلام، شكرا جزيلا. السلام يا معلم. مع السلامه.